عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم الشباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده في أسعد حال. أنا اسمي محمود محبوب، دارس مساعد كلية تجارة جامعة القاهرة، قسم إدارة الأعمال. هنشتغل مع بعض إن شاء الله السيكشن الخاص بمادة تسعير الأصول المقررة على طلاب الفرقة الرابعة تخصص تمويل واستثمار. أتمنى إن شاء الله أعرف أقدم لكم حاجات تفيدكم يعني في الحياة العملية وفي نفس الوقت في الامتحان بإذن الله تعالى. انا اشتغل ان شاء الله معاكم الفصل الثاني، ودكتور لا كمان معاكم الفصل الثالث. يلا بينا بقى كده سريعا نبدا في المراجعه، وبالتوفيق يا رب ان شاء الله. هسيب لكم رقم تليفوني ان شاء الله في اخر اللقاء، اذا ما في حاجه قدام حضرتك مش فاهمينها او كده تتواصلوا معايا. كان نفسنا طبعا يكون في سكاشن فيس تو فيس يعني، بحيث نعرف نستفيد من بعض نتعرف على بعض، بس يعني ربنا يريح الغمه يعني ويحفظكم جميعا ويحفظ احفادكم. خلينا نبدا الفصل الثاني. الفصل الثاني عنوانه محددات القيمة. تخيل كده معايا إن أنا جيت عرضت عليك مشروع، قلت لك تعالى والله نجيب عربية ونشغلها على أوبر. فأنت أول سؤال هتسألهوني هتقول لي إيه؟ هتقول لي هو الفلوس اللي أنا هديها لك عشان نجيب بيها العربية ونشغل العربية في المشروع ده هتجيب لي كام؟ هتحقق لي عائد كام؟ هكسب من وراها كام؟ على سبيل المثال لو افترضنا ان احنا مثلا هنشتري عربية نيسان صني ثمنها 200,000 جنيه، وكل واحد فينا هيدفع 100,000 جنيه، فانت هتقول لي والله ال 100,000 جنيه دول هيجيبوا لي كام يعني في السنة؟ هقول لك والله هيجيبوا لنا 5,000، 10,000، هيجيبوا لنا بعد ما نصفي خالص بقى وندفع البنزين وندفع قطع الغيار والكلام ده كله هيجيبوا لنا 7,000. فأنت بالنسبة لك لما تسمع العائد اللي هيجي لك من المشروع تبدأ تحدد القيمة، تبدأ تقول لي والله كده كويس يعني في السنة 7,000، يعني في الشهر 1,000 وأنا قاعد ماشي تمام حلو، أو تقول لي لا والله ده قليل جدا 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 جدا. إذا أنت حددت قيمة المشروع، قيمة الفكرة اللي أنا عرضتها عليك بناء على إيه؟ بناء على العائد اللي جاي لك من المشروع اللي انا قلته لك. طيب العائد بس؟ لا مش العائد بس، في حاجة تانية بتبقى في ذهننا واحنا بنفكر في اي فكرة حد بيقولها لنا كمشروع استثمار، الا وهي المخاطر. بمعنى ايه؟ ايه ده مش ممكن العربية تتسرق؟ ممكن العربية تتسرق لا قدر الله. ايه ده مش ممكن العربية تعطل مثلا وتقعد شهر مش شغالة؟ ممكن العربية تعطل وتقعد شهر مش شغالة. مش ممكن يحصل لها؟ ممكن يحصل لها، ممكن يحصل لها. ممكن وممكن وممكن وممكن. إذا ال6,000 أو ال10,000 اللي هيجوا لنا خلال السنة دول، هل دول ربح مؤكد؟ لا هو مش ربح مؤكد، هو في مخاطر بتحيط بالربح المتوقع إن هو يجي ده. بناء على المبلغ اللي أنا قلته لك أو العائد اللي أنت متوقعه اللي أنا عرضته عليك والمخاطر اللي في ذهنك من المشروع ده، تبدأ تقول والله المشروع ده حلو أو المشروع ده وحش، تبدأ تقيم المشروع. إذا أنت حددت قيمة الفكرة الاستثمارية، حددت قيمة المشروع بناء على حاجتين. أول حاجة العائد، تاني حاجة المخاطر، وهو ده محور الفصل بتاعنا. إزاي نحسب العائد وإيه هو العائد ومفاهيمه المختلفة، وإيه هي المخاطر وإزاي بنحسبها وإزاي بنطلعها والكلام ده كله. طيب خلونا نعرف حاجة بقى مهمة جدا، إن واحدة من أهم أساليب التقييم، واحدة من أهم الأساليب اللي بقدر أحدد بيها قيمة أي أصل أو أي مشروع، حاجة اسمها التدفقات النقدية المخصومة. يبقى تحديد القيمة عن طريق التدفقات النقدية المخصومة. ايه موضوع التدفقات النقدية المخصومة ده؟ ده مفهوم هشرحه لك سريعا دلوقتي في الفصل الثالث ان شاء الله، وزميلتنا آلاء بتشرحه معاك هتقوله لك ان شاء الله بالتفصيل. يعني ايه تدفقات نقدية مخصومة؟
يعني بيقول لك والله الأرباح متوقع إن هي تيجي من المشروع ده، اخصمها لي، يعني اقسمها على معدل معين هنعرف هو ازاي بيتحدد إن شاء الله خلال الفصل بتاعنا، ويبقى هي دي القيمة. تمام؟ طيب، بمعنى إن قيمة أي أصل أو أي استثمار بتساوي التدفقات المتوقعة على معدل الخصم. النقطة بقى إيه؟ النقطة إن أنا كل شغلي وكل معظم شغل التمويل هنا في الحتة دي كده، معدل الخصم. إزاي أحدد معدل الخصم المناسب اللي هخصم بيه التدفقات النقدية عشان أطلع قيمة أي أصل؟ تمام؟ وده هنقعد بقى إيه، نمشي واحدة 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 معانا في الفصل لحد ما نوصل ونعرف إيه هو أنسب معدل خصم نخصم بيه، وإزاي معدلات الخصم دي تتحسب، والمفاهيم اللي ورا معدلات الخصم دي جت منين بالظبط. الجزء التاني الخاص بالتدفقات المتوقعة هي أي نقدية جاية، أي فلوس جاية من المشروع ده. طيب، بنفس المثال اللي احنا كنا شغالين بيه الخاص ب أوبر، لو أنا قلت لك إن والله أنا هكسب في السنة الأولى سي 10,000 جنيه، وفي السنة التانية هنكسب 10، في التالتة هنكسب 10، وفي الرابعة هنكسب 10، وفي الآخر سنة خالص أو بعد 5 سنين هنبيع العربية، ومتوقع مثلا إن احنا نبيعها ب180,000. فأنت تبدأ تقول آه والله يبقى أنا 180 نصيبي منهم النص، فالنص ده يعني 90، 90 هيجولي كمان 4 سنين، و10,000 كل سنة. فتبدأ عاوز انت دي التدفقات اللي هتجيلك من المشروع بالمدد الزمنية دي، تاخدها وتقسمها على حاجة اسمها معدل الخصم، يقول لك بالظبط قيمة المشروع ده تساوي كام. طيب، نقطة تانية مهمة لازم نعرفها، ان احنا كل شغلنا في الفصل ده بنتكلم على الأسهم. يبقى أنا لما بقول لك استثمار قصدي اللي أنت هتستثمر في الأسهم، لما أقول لك الأصول يبقى أنا قصدي الأوراق المالية. ده يمكن الأكثر شيوعاً، أو اللي الناس في بدايات التمويل بتشتغل عليه عشان تبدأ تعرف مفهوم أو محددات القيمة. وفي أساليب تانية بالنسبة بتستخدم للسندات، وفي أساليب بتستخدم لتحديد قيمة المشروعات الناشئة، وفي أساليب بتستخدم مثلا لتحديد قيمة الشركات ككل. في أساليب كتيرة بتستخدم لكافة الأصول أو كافة المشاريع الاستثمارية، لكن إحنا عندنا في الفصل هنا أنا دايما هتكلم عن الأسهم. الفصل بتاعي أساسه إيه أو شغال على إيه؟ شغال على اللي أنا عاوز أطلع معدل الخصم اللي هخصم بيه التدفقات النقدية المتوقعة، يعني الفلوس المتوقعة اللي هي تجيلي من المشروع عشان أحدد قيمة الأصل. عشان أوصل لمعدل الخصم ده لازم أكون فهمت حاجتين، فهمت العائد وفهمت المخاطر. تعالوا بقى سريعا نبدأ في أول حاجة معانا اللي هو العائد. عشان أفهم يعني إيه عائد محتاج أفرق بين 3 أنواع منه، حاجة اسمها العائد الفعلي، والعائد المتوقع، والعائد المطلوب. ايه العائد الفعلي وايه العائد المتوقع وايه العائد المطلوب؟ تعالوا بقى ان ايه نعرفهم واحدة واحدة، نعرف كل واحد بيتحسب ازاي. اول حاجة العائد الفعلي هو ايه؟ هو العائد الذي حققه المستثمر خلال مدة احتفاظه بالسهم. يعني انت جيت يوم 1/1/2020 واشتريت سهم حديد عز بمثلا 25 جنيه 28 قرش، وجيت رحت بايعه في آخر السنة سي مثلا بعته ب 26 جنيه
20 قرش. فإيه هو العائد اللي أنت حققته؟ تقول لي والله العائد اللي أنا حققته خلال مدة احتفاظي اللي هي خلال مدة السنة اللي هو الفرق ما بين سعر البيع وسعر الشراء، يبقى أنا كده كسبت 1.8 جنيه. بس أقول لك لأ، الشركات في الغالب بتعمل حاجة اسمها توزيعات أرباح. يعني إيه توزيعات أرباح؟ يعني تقسم جزء من الأرباح اللي هي حققتها على ملاك الشركة، فدي اسمها توزيعات أرباح. فهفترض إن الشركة، شركة حديد عز، جت في شهر إبريل مثلا وقررت إن هي تعمل توزيعات أرباح مقدارها 1 جنيه لكل سهم. إذا أنت العائد اللي أنت حققته خلال السنة دي كلها كان كام؟ خدت 1.8 جنيه زائد 1 جنيه توزيعات أرباح، يبقى هو ده إجمالي العائد اللي أنت حققته، صح؟ طب ده نسبته كام؟ باخد الكلام ده أنسبه لسعر الشراء، يعني أنت كده عملت كام في المية؟ أنت كسبت 2.80 جنيه. طب الرقم ده يساوي كام؟ نسبته كام؟ قال لك والله انت عملت 2.80 جنيه، وانت كنت حاطط كام في المشروع؟ كنت حاطط في السهم، يعني كنت حاطط 25 جنيه و28 قرش، يعني انت كسبت كام في المية؟ يطلع لك العائد. تعالوا ناخد القانون ونعمل اكتر من مثال عشان العملية توضح. القانون بتاعي بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الريتر، ان العائد بيساوي التوزيعات اللي انت حصلت عليها خلال فترة الاحتفاظ بالسهم على سعر الشراء زائد سعر البيع ناقص سعر الشراء على سعر الشراء، تمام؟ تعالوا نطبق بالأرقام. أنا كان عندي مثال، خلينا ناخد مثال على طول. قام أحد المستثمرين بشراء سهم طلعت مصطفى في 31/12 بسعر 1.5 جنيه، وقام ببيعه في 1/1 بسعر 1.70 جنيه، وقد قامت الشركة توزيع أرباح مقدارها 0.5 جنيه لكل سهم. المطلوب ما هو العائد الذي حققه المستثمر خلال مدة احتفاظه بالسهم؟ هنطبق تطبيق مباشر في القانون اللي معايا، فهنلاقي إن أنا توزيعات أرباح كان مقدارها 0.5 جنيه، وأنا اشتريت السهم ب1.5 جنيه، زائد أنا بعته ب1.70 جنيه واشتريته ب1.5 جنيه. هصفي الكلام ده كله، هيوصل معايا لأن أنا حققت عائد مقداره 46.7% خلال مدة مقدارها 2 يوم. يبقى أنا في اليومين قدرت أحقق عائد مقداره كام؟ مقداره 46.7%. جميل، ده اسمه العائد الإيه؟ العائد الفعلي. واحد كان مشتري السهم ب1.5 جنيه، جه بعدها بيومين باعه ب1.70 جنيه، وخلال المدة اليومين اللي هو كان معاه فيها خد توزيعات أرباح ب0.5 جنيه، يبقى هو كسب كام في المية؟ كسب 46.7%. ده اسمه العائد الفعلي.
مثال تاني. اشترى مستثمر سهم CIB في 1/1 بسعر 35 جنيه 70 قرش، وباعه في 6/1 ب 35 جنيه و80 قرش، فما هو العائد الذي حققه المستثمر؟ تاني، خلينا نكتب القانون لحد ما نحفظه. معدل العائد بيساوي التوزيعات اللي جات لي خلال الفترة على سعر الشراء زائد سعر البيع ناقص سعر الشراء على سعر الشراء. طيب انا في المثال اللي عندي ده الشركة عملت توزيعات أرباح؟ لا، ما عملتش توزيعات أرباح، إذا الجزء ده مش معايا. إذا العائد يساوي سعر البيع اللي هو 35 جنيه و80 قرش ناقص سعر الشراء 35 جنيه و7 على 35 جنيه و7 هيساوي 28%. يبقى ده العائد الفعلي خلال مدة الاحتفاظ بالسهم اللي هي مقدارها كان أسبوع. طيب النقطة التانية اللي معايا، طيب أنا كده الراجل ده احتفظ بيه أسبوع واحد بس، ماذا لو كان احتفظ بالسهم لمدة عام؟ هل في حاجة أقدر أعملها عشان أعرف بيها المعدل ده اللي هو 28% ده لمدة سنة؟ لو كان فضل السهم معايا كان هيبقى كام في المية سنويا؟ في معادلة بتخليني أعرف أعمل ده، وهي بتقول الآتي. إزاي تحويل معدل العائد إلى عائد سنوي؟ من خلال أنا بجيب واحد وأجمعه على عائد فترة الاحتفاظ. الكلام ده كله مرفوع رؤوس 365 يوم على مدة العائد. الكلام ده كله اخد اطرحه من واحد. طيب عائد فترة الاحتفاظ ده اللي هو ايه؟ اللي هو العائد الفعلي يتحقق. ومدة العائد دي اللي هي ايه؟ الفترة اللي انا قدرت احقق فيها العائد. يعني بالمثال اللي كان معانا ده، انا حققت عائد مقداره 28% في مدة مقدارها اسبوع اللي هما كانوا 7 ايام. المدة هنا دايما بكتبها بالايام. إذا العائد السنوي اللي تحقق من وراء الاستثمار ده يساوي 1 زائد 28% في المية. الكلام ده كله مرفوع لأس 365 يوم على 7، مطروح منه الواحد، هيساوي 15% سنويًا. يبقى كده انا قدرت من خلال المعادلة دي احول العائد اللي طلع لي ده لعائد سنة. طيب يبقى احنا قلنا ايه لحد دلوقتي؟ قلنا يعني ايه عائد فعلي؟ قلنا ان العائد الفعلي ده هو العائد اللي انا بحققه خلال مدة احتفاظي بالسهم. والعائد ده بيتحدد ازاي؟ بيحدد بيقول لك والله جيب كل الفلوس اللي جات لك، كل التدفقات النقدية اللي جات لك، ونسبها لسعر الشراء. فبجيب التوزيعات واقسمها على سعر الشراء، واجيب الفرق ما بين سعر البيع وسعر الشراء ونسبه لسعر الشراء، اقسمه على سعر الشراء، يديني معدل العائد اللي انا حققته. طيب النوع التاني
من مفاهيم العائد اللي قلنا لازم نعرفه حاجة اسمها العائد المتوقع. والعائد المتوقع هو ايه؟ هو العائد الذي يتوقع ان يحققه المستثمر خلال مدة احتفاظه بالسهم. يعني ايه؟ يعني انا والله داخل على استثمار، وحد احنا النهاردة يوم مثلا 28، افترض النهاردة احنا اول السنة 1/1/2021، وحد قال لي والله اشتري النهاردة سهم مثلا المصرية للاتصالات وبيعه بعدها بست شهور، يعني بيعه في 30/6/2021، هتكسب كويس، هتكسب تقريبا 15%. 15% اللي جايين دول ده اسمه عائد ايه؟ متوقع. ليه متوقع؟ عشان لا انا متأكد من التوزيعات اللي هتيجي، ولا انا متأكد من سعر البيع اللي هيتنفذ بيه، وبالتالي طالما هي ارقام في المستقبل فهو عائد متوقع. طيب بتحسب ازاي؟ بتحسب بنفس الطريقة بالظبط، بنفس المعادلة، ان الـ R يساوي الـ DN على الـ B0 زائد الـ BN ناقص الـ B0 على الـ B0. ايه ده؟ هو نفس القانون؟ لا، الفرق ما بينهم ايه؟ ان اللي فات كانت توزيعات فعلية، توزيعات حصلت، اما دي توزيعات متوقعة. واللي فات كان سعر البيع بتاعه سعر فعلي، السعر اللي انا نفذت بيه، لكن ده سعر بيع متوقع. تمام؟ طيب خلونا ناخد مثال عشان نفهم الكلام ده. نصح احد المحللين المستثمر بشراء سهم القلعة يوم 1/1/2021 بسعر 28 جنيه، وبعد كده نبيعه في 30/6/2021 بسعر 39 جنيه. وتوقع المحلل ان في توزيعات في ابريل 2021 مقدارها 10 قروش عن كل سهم. السؤال بقى هنا، ما هو العائد المتوقع لهذا السهم؟ مفيش اي حاجة، تطبيق مباشر. العائد المتوقع بيساوي التوزيعات اللي هتجيلي اللي هي 10 قروش على سعر الشراء اللي هو 28 جنيه، زائد الفرق ما بين سعر البيع المتوقع وسعر الشراء على سعر الشراء. خلص الكلام ده كله هيطلع لي عائد 16.4%. طب العائد ده انا حققته خلال فترة قد ايه؟ خلال مدة الاحتفاظ اللي هي كانت 6 شهور. حلو. طيب عرفت انا كده دلوقتي يعني ايه عائد متوقع؟ هيجي عند النوع الثالث من العوائد، وهو حاجة اسمها العائد المطلوب. باختصار ده ليه جزء كبير في الفصل هنتكلم عليه بعد كده بالتفصيل. ايه هو العائد المطلوب؟ هو العائد، او بيعرفوه ان هو الحد الادنى الذي يطلبه المستثمر في ضوء
مخاطر الأصل، قصدي بيه هنا السهم يعني. طيب، وبالتالي العائد ده بيتحدد بناء على ايه؟ بناء على مخاطر الأصل، اي خصائص السهم. يبقى العائد المطلوب ده بيتحدد، او مين اللي بيحدده، او مين اللي بيقول والله ان هي دي المخاطر بتاعه، او العائد المطلوب بتاع سهم معين، خصائص الاصل نفسه. مش كل واحد بيحدد العائد اللي هو عاوزه، وهنعرف تفصيلا بقى ازاي بيتحسب ومعناه ايه واستخدمه ازاي والكلام ده كله. طيب، احنا قلنا ايه لحد دلوقتي؟ قلنا ان محددات القيمة بتاعتي العوائد والمخاطر. والعوائد قلنا عندنا ثلاث انواع من العائد لازم نفهمهم، حاجة اسمها العائد الفعلي والمتوقع والمطلوب. عرفنا ان هم الاتنين دول بيتحسبوا بنفس المعادلة، وعرفنا ان العائد المطلوب ده معناه ايه، وقلنا هنعرف ازاي نحسبه بالتفصيل بعد كده. طيب، هيجي بقى السؤال المهم دلوقتي، طب ايه هي العلاقة بين العائد المتوقع والمطلوب؟ احنا قلنا المتوقع ده اللي بناء على تقديراتي للأرقام للعوائد المستقبلية بقوله. طب والمطلوب ده اللي خصائص الأصل بتحددهولي. يبقى في واحد جاي لي من خصائص الأصل، وفي واحد جاي بناء على تقديراتي أنا للعائد. تمام، بمعنى ان احنا لو جينا في المشروع اللي احنا كنا عاوزين نبداه مع بعض بتاع نشتري عربيه ونعملها اوبر، فالعائد المتوقع هو زي ما احنا قلنا، والله انا ان شاء الله تقريبا يعني لو عملنا لنا في اليوم 10 رحلات او 20 رحله، متوسط الرحله مثلا 70 جنيه، 50 جنيه، في 10 دي 500 جنيه، 500 نشيل منهم البنزين نضربهم في مش عارفه في 30 يوم ولا في 28 يوم، يبقى كذا في الشهر، نضربهم في السنه يبقى كذا، نشيل منهم الصيانات الدوريه والزيت والفلاتر ومش عارفه ايه. ده تقديري انا، ده العائد المتوقع. طب ايه العائد المطلوب؟ ده العائد اللي بيحدده الاصل نفسه، خصائص الاصل نفسه. طب بعرفه منين؟ بعرفه من السوق. اجي اسال الناس، الناس اللي شغاله في اوبر، يا جدعان هو انتوا بتكسبوا كام؟ وابدا اسال اعرف. يبقى ده العائد اللي بناء على خصائص الاصل، خصائص الاستثمار ده في المكان ده في التوقيت ده هو اللي بيتحدد بناء عليه. تمام، طيب ايه العلاقه ما بينهم بقى؟ بيقول لك ان المفروض لو احنا عندنا السوق عادل، ان السوق سليم، لازم يكون العائد المتوقع يساوي العائد المطلوب. ليه؟ انا دخلت مشروع، موضوع حاجه زي اوبر، وبدات اقيم، لازم تكون كل الناس، لازم يكون كل السوق ماشي بنفس التقييم. ليه؟ عشان ولا هم عبط وانا انا عبيط. يعني ايه؟ كان هم بيحطوا نفس البنزين وبيغيروا في نفس تقريبا بنفس التكاليف، وبيسوقوا في نفس الاماكن، وبيوصلوا نفس الناس. يبقى المفروض ان في الاخر الاقي ان العائد اللي انا حددته بناء على توقعاتي يساوي العائد المطلوب، العائد اللي السوق بيقوله، العائد اللي طبيعة الاستثمار دي بتقوله. بس ده في حالة واحدة بس، اذا كان السوق عادل، اسف، او السوق في حالة كفاءة وموضوع كفاءة الاسواق ده موضوع كبير جدا 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 في التمويل. طيب، العائد المتوقع يساوي العائد المطلوب. طيب، الفرق بقى لما يحصل فرق يكون ده اكبر من ده او ده اصغر من ده، الناس بقى خدت الفرق ده وبدأت تدرسه وتعرف هو ايه، فسموا الفرق بين العائد المتوقع والمطلوب
حاجة اسمها ألفا. وقال لك والله إن لو ألفا دي بتساوي صفر يبقى إذا أنا فين؟ أنا في الحالة دي إن العائد المتوقع بيساوي العائد المطلوب، يبقى أنا في حالة كفاءة سوق. طب لو ألفا دي طلعت موجب معناها إيه؟ معناها إن العائد المتوقع أكبر من المطلوب. يعني إيه؟ يعني أنا تقديراتي للمشروع أكتر من السوق محددات، ده تقديري أنا، تقديري للمشروع أكتر من إن السوق محدده. جميل. طب ولو طلعت ألفا بالسالب معناها إيه؟ معناها إن المتوقع أقل من المطلوب. تمام. طيب دي ألفا ودي معناها لازم تبقى عارفها بس كده كمفهوم، ودي درسناها ليه؟ عشان نعرف حاجة اسمها العلاقة بين العائد المتوقع والعائد المطلوب. تعالوا بقى ناخد حالة عملية مهمة جدا 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 ونحلها مع بعض، بتشرح لي ايه بقى فكرة العائد المتوقع والعائد المطلوب وألفا والفروق ما بينهم والكلام ده كله. الحالة بتقول لي قدم أحد المحللين تقييما لسهم شركة السويس للأسمنت بناء على سعر حالي، يبقى السعر الحالي كان 28.27 جنيه وتوزيعات أرباح للربع الأخير من عام 2020 كانت كام؟ 10 قروش لكل سهم. جميل. الراجل بقى المحلل بتاعنا توقع ايه؟ قال لي والله انا اتوقع ان توزيعات الارباح في الربع الاول والثاني من عام 2021 تكون زي الربع الأخير من عام 2020 وتوزيعات الأرباح في الربع الثالث والرابع تكون 11 قرش لكل سهم. طيب وقال لي كمان والله ان العائد على حق الملكية في الشركة، ان العائد على حق الملكية في الشركة كان بيساوي 9.5%. ايه ده، احنا اول مرة نسمع كلمة العائد على حق الملكية دي، خليها كده واحنا بنحل هقول لك بالظبط معناها ايه. فبيقول لك بقى ان انا مستهدف المحلل ده ان بناء على التوزيعات دي وان في حق ملكية جوه الشركة بيجيب عائد 9.5%، انا مستهدف سعر ابيع عند سعر بيع مستهدف عند 32 جنيه. طيب السؤال بقى لحضرتك، لو هو المحلل على تحليله ده وهيجي اول ما السهم يوصل 32 جنيه هيبيع، ايه هو العائد اللي هيحققه؟ يبقى نقول العائد المتوقع هيساوي التوزيعات اللي هتجيلي واقسمها على سعر الشراء
توزيعات القديل اللي هي كانت 4 مرات في السنة، الربع الأول كان 10 قروش، الربع التاني 10 قروش، 11 قرش الربع التالت، وزيهم للربع الرابع. وأنا اشتريت السهم ب 28 جنيه 27 قرش، زائد الفرق ما بين سعر البيع، سعر الشراء وسعر البيع، أنا هبيع عند 32 وأنا مشتريت 28 27، يبقى أنا هحقق عائد متوقع مقداره 14.7%، ده عائد متوقع. طيب المطلوب التاني بيسألني بقى، كان بيقول لي ايه؟ ما هو السعر المستهدف اذا كان السوق في حالة كفاءة؟ يعني ايه السوق في حالة كفاءة؟ يعني السعر عادل او سليم. يعني ايه السعر عادل او سليم او السوق في حالة كفاءة؟ فاكرين لما اتكلمنا وقلنا ان كفاءة السوق بتقول لي ايه؟ ان العائد المتوقع بيساوي العائد المطلوب، تمام؟ طيب انا هنا العائد المتوقع انا حاسبه، بس انا حاسبه بناء على ايه؟ بناء على التحليل بتاع المحلل ده، تقديراته وهو متوقع ان تجيب التوزيعات دي، وهو قال انا هبيع عند السعر ده. هو بيقول لك والله طب افترض معايا، افترض معايا ان السوق في حالة كفاءة، تمام؟ فالمفروض عشان انا احقق بقى العائد ده هبيع عند سعر كام؟ هل هنلاقي هو نفس السعر ولا هيختلف؟ عشان ما تتوهوش بس في الحتة دي. دلوقتي انا المفهوم العائد المتوقع بيقول لي ايه؟ بيقول لي والله انا مقدر، انا متوقع ان ارباح الشركة في السنوات القادمة تكون بالنسبة للتوزيعات 10 قروش 10 قروش 11 قرش 11 قرش، تمام؟ وانا والله عاوز ابيع عند 32 جنيه، هعمل عائد كام ساعتها؟ هعمل عائد 14.7. قال لي جميل. بيقول لي بس هفترض بقى ان السوق كف، فانت عشان تحقق نفس العائد ده، عشان تحقق العائد ده 14.7 هتبيع عند ال 32 جنيه ولا اكتر ولا اقل؟ تعالوا نحل ونشوف النتيجه هتطلع ازاي. طيب انا دلوقتي فين بقى العائد المطلوب؟ انا ما حسبتوش وما عندناش اي عرض نحسب بيه. العائد المطلوب هو العائد على حق الملكيه، خليكم عارفينها كده، وان شاء الله في بقيه الفصل هنعرف بالظبط ايه سبب العلاقه دي، او سبب ان العائد المطلوب هو العائد على حق الملكيه. طيب اللي هو عندي في التمرين هنا كام؟ 9.5. اذا المفروض انا عشان السوق كف كنت احقق كام من استثماري في السهم ده؟ 9.5%. ايه ده بس، خلي بالك، ايه ده انت محقق 14؟ لا انا مش محقق 14، انا متوقع ان احقق 14، تمام؟ طيب احقق 14 لما ابيع عند كام؟ عند 32. يقول لك بس السوق كف، يبقى انت مش هتقدر تحقق غير كام؟ غير 9.5. طب عشان تحقق ال 9.5 بقى محتاج تبيع بسعر كام؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. يبقى انا عندي دلوقتي العائد المتوقع بيساوي العائد المطلوب، ان هو كان عندنا في الحالة دي 9.5% يساوي. وانا العائد المتوقع اصلا بيقول لي ايه؟ بيقول لي التوزيعات على سعر الشراء زائد فرق سعر البيع من سعر الشراء على سعر الشراء. انا عندي التوزيعات، عندي التوزيعات، لو جمعت العشر قروش والعشر قروش والحداشر قرش والحداشر قرش هيطلعوا لي 42 قرش، وانا هشتري السهم عن 28 جنيه 27 قرش، زائد سين سعر بيع انا معرفوش ناقص سعر شراء انا عارف ان اشتريت 28 27،
28 27. يبقى انت مش هتعرف تحقق غير 9.5. يبقى تبيع عند كام عشان ما تقلش عن المعدل ده؟ ده اللي المعادلة دي بتقولهولي. هفك الهيصة دي كلها، يطلع س بيساوي 30 و53. إذا كان السوق كفء، يبقى أنا مش هقدر أحقق عائد أكتر من 9.5%. وعشان أقدر أوصل للعائد ده اللي هو 9.5%، لازم أبيع عند سعر كام؟ أبيع عند سعر 30 53. بينما المحلل كان شايف إيه؟ المحلل كان شايف إن هو يقدر يحقق عائد 14.7%، وده كان هيخليه يبيع عند سعر 32 جنيه. طيب كده احنا خدنا ايه لحد دلوقتي؟ احنا خدنا ان محددات القيمة عائد ومخاطر، وخدنا ان العائد 3 انواع: فعلي، متوقع، مطلوب. عرفنا الاتنين دول بيتحسبوا بنفس الطريقة، اللي هو R بيساوي الدي ان على البي زيرو، والبي ان ناقص البي زيرو على البي زيرو. والفرق ما بينهم ان ده بيكلمني في ارقام فعلية حدثت في الماضي، بين ده بيكلمني في توزيعات وأسعار متوقعة في المستقبل بناء على تقدير الشخصي. وبعد كده اتكلمنا عن نقطة مهمة جدا جدا جدا، ايه هي العلاقة ما بين العائد المتوقع والمطلوب، وعرفنا ان الفرق ما بينهم حاجة اسمها ألفا. ده كده باختصار اللي احنا اتكلمنا فيه. تعالوا بقى نتنقل للنقطة التانية، وهي الجزء الخاص بالمخاطر. أول حاجة نعرف يعني إيه كلمة خطر أو إيه هي المخاطر. بيقول لي والله إن الخطر أو المخاطر هو درجة عدم التأكد بشأن العائد. قصده إيه بالعائد؟ اللي هي التدفقات النقدية. بمعنى تاني إن المخاطر هو احتمال اختلاف العائد المتوقع عن الفعلي. يبقى احتمال اختلاف المتوقع عن الفعلي هو ده الخطر، هي دي اللي بيعبر لي عن المخاطر. طيب على الهامش كده عشان نفهم برضو كلمة المخاطر، خلونا ناخد مصطلح مهم جدا 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 في التمويل وهنستخدمه كتير وهتسمعه كتير جدا، حاجة اسمها العائد الخالي من المخاطر، اللي بنرمز له بالرمز RF الريسك فري. ايه هو العائد الخالي من المخاطر؟ هو عائد غير مرتبط به اي درجة من درجات الخطورة. ايه ده؟ هو في استثمار كده؟ في اي حاجة في الدنيا ممكن اشتريها او احط فيها فلوسي وتجيب لي عائد وما فيهاش اي نسبة خطر؟ بنسبة كبيرة جدا جدا جدا، وهو الاستثمار فيما يسمى ب أذون الخزانة. ايه أذون الخزانة دي؟ دي اوراق بتصدرها الحكومات بتعبر عن مديونية عليها بالنسبة للي بيشتريها. يعني انا اروح ادي البنك المركزي يقول والله انا دلوقتي عندي طرح لأذون خزانة، فتروح حضرتك او تروح الشركات او تروح البنوك وتشتري أذون الخزانة دي، يدي اكنه بيسلف الحكومة بالظبط. هل محتمل ان في يوم من الايام يبقى حضرتك معاك اذن خزانة
تروح للبنك المركزي تقول له والله يا عم البنك انا داين للحكومه المصريه مبلغ 100,000 جنيه انا عاوزهم، يقول لك لا والله ما عندناش فلوس. مستحيل. ليه؟ عشان البنك المركزي اللي بيصدرها، ومين الضامن بتاعها؟ الحكومه. ابسط حاجه عليهم هيطبعوا شغل مطابعه مع حاجه وسدد فلوس الناس. تمام. اذا فالعائد الخالي من المخاطر هو عائد اذون الخزانه. تمام. طب قلنا ليه هو خالي من المخاطر؟ عشان مفيش توقع، مفيش احتمال ان العائد اللي هم قالوا لي عليه هيختلف في المستقبل. انا لما جيت اشتريت اذون الخزانه مثلا قالوا لي انك هتاخد 9%، هل في احتمال ان 9% دي في اخر مده الاحتفاظ باذون الخزانه مثلا 3 شهور اللي هي بتبقى 90 يوم يقول لي لا والله لا اصل احنا ما عرفناش نحقق غير 8%، او انت العائد بتاعك هو 7.5 كفايه عليك قوي، او لا اصل اذون الخزانه والله لا مش هنعرف نسددها خسرت. مفيش الكلام ده. انا اذون الخزانه اشتريت اذن خزانه مدته 90 يوم بفايده 9%، هاخد اذن الخزانه بعد 90 يوم اروح البنك المركزي هيديني اصل المبلغ اللي دفعته عليه 9%، مفيش احتمال ان 9% دي تقل اصلا. بالتالي هو العائد الخالي من المخاطر. طيب. طب ايه هي بقى المخاطر دي؟ احنا عمالين نقول مخاطر مخاطر مخاطر، احنا فهمنا دلوقتي ان هي احتمال اختلاف العائد المتوقع عن العائد الفعلي. طيب عشان نفهم بالظبط المخاطر خلونا نعرف ايه انواعها. هي المخاطر دي بتتكون من ايه؟ او بالبلدي اسبابها ايه؟ ايه اللي بيسبب وجود خطر؟ فقال لك والله في مخاطر بتكون سببها الظروف الاقتصادية العامة. زي ايه مثلا؟ زي معدلات التضخم، زي الكورونا اللي احنا فيها، ربنا يحفظنا ويعافي الجميع يا رب. زي ايه؟ زي وجود البطالة في مجتمع ما. يبقى فيه مخاطر سببها ظروف بيعدي بيها كل الشركات في كل القطاعات في كل الدنيا، ما اقدرش اعمل فيها حاجة، عادي هي المجتمع بتاعي كده، هو الظروف بتاعت الدنيا جت دلوقتي في كورونا دلوقتي، طب هنعمل ايه؟ الشركات لازم تتحمل ده، في ظروف عامة على الشركات. قال لي وفي مخاطر بتكون سببها ظروف أو أحوال الشركة، أي أنها مخاطر خاصة بشركة ما. طيب إذا المخاطر ممكن تحصل لي نتيجة ظروف عامة، أسباب عامة بتحصل على كل الشركات، بتحصل في السوق كله، أو بتكون المخاطر نظرا لظروف شركتي أنا أو حاجة خاصة بي أنا، زي مثلا يظهر لي منافس قوي، زي ان حد من المديرين الكبار عندي يمشي فتبدا الشركه تتبرجل ومش عارفه تشتغل، ظروف خاصه بشركتي انا. تمام. طيب لو حطينا الاثنين دول على بعض يديني حاجه اسمها المخاطر الكليه. طيب سمولي بقى المخاطر اللي بتنشا من الظروف الاقتصاديه العامه، سموها مخاطر منتظمة. ليه سموها مخاطر منتظمة؟ عشان هي بتحصل بانتظام، بتحصل على كل الناس، محدش يقدر يبعد عنها، محدش يقدر يتفاداها، محدش يقدر ياخد إجراءات يصدها. معدل التضخم، البنك المركزي رفع سعر الفايدة. تمام. طيب وسموا المخاطر اللي بتنشأ نتيجة ظروف الشركة أو ظروف خاصة مخاطر غير منتظمة. لما يجمعوا المخاطر المنتظمة على المخاطر غير المنتظمة يدوني المخاطر الكلية. المخاطر الكلية دي بقى هي اللي احنا كنا بنعرفها دلوقتي من شوية، بنقول اللي هو احتمال اختلاف العائد المتوقع عن الفعلي. احتمال الاختلاف دي يا شباب ما فكرتكمش بحاجة في الإحصاء؟ اه والله احنا كنا بناخد حاجه في الاحصاء اسمها التباين. ايه ده؟ ايه التباين ده؟ اللي هو لما كنا بنجيب جذره كنا بنوصل لحاجه اسمها الانحراف المعياري.
حد يفكرنا كده ايه التباين وايه الانحراف المعياري ده؟ قال لك والله التباين هو اختلاف متوسط، اختلاف القيم عن متوسطها، اختلاف القيم عن متوسطها. يعني لو انا عندي شركة بتحقق في اول سنة مثلا، حققت المشروع بتاع اوبر احنا كنا عايزين نشتغل عليه، حقق لي في السنة الأولى 5000، في السنة التانية 6000، في السنة التالتة حقق لي 5000، جه في السنة الرابعة حقق لي 4000. يعني كده تقريبا متوسط الربح بتاعي كام؟ عادي شغل الإحصاء قال لك اجمع الأرقام واقسمها على عدد 5 و5 10 وال4 و6 10، يبقى 20 على الأربعة يساوي 5000، يبقى ده متوسط العائد. يعني أنا لو رسمت خط كده وقلت لك إن ده العائد بتاعي اللي هو 5000، اللي هو متوسط العائد كان 5000، فجيت والله في السنة الأولى حققت كام؟ حققت 5، كنت هنا. جيت في السنة التانية حققت 6، بقيت هنا. جيت في السنة التالتة حققت 5، جميل. جيت في الرابعة حققت 4، بقيت هنا. ده خط العائد بتاعي، صح كده؟ كان هنا زاد وبعد كده قل، جميل. بيقول لك بقى إن التباين بيقول لي هي القيم بتبعد قد إيه عن المتوسط. هنا القيم ما بتبعدش كتير عن المتوسط، ادي المتوسط اهو، ده في قيمتين على المتوسط بالظبط، في قيمه فوق وقيمه تحت ومش بعيد قوي. اذا هنا مفيش تباين كبير، مفيش انحراف معياري كبير، اذا مخاطر الشغل ده قليله. اذا بجد هو الخطر بيتحسب كده؟ الخطر بيتحسب كده. يبقى تاني الخطر هو احنا عرفناه بايه؟ احتمال اختلاف العائد المتوقع عن الفعلي. وانك فكره كلمه احتمال اختلاف دي احنا خدنا حاجة قريبة منها في الإحصاء اسمها التباين الانحرافي المعياري. طب التباين كان بيقول لي إيه؟ بيقول لي والله هو القيم بتبعد قد إيه عن متوسطها. فجم الناس بتوع التمويل وقال لك طيب ما هو المتوسط ده هو ده العائد الفعلي، لو أنا جبت كل الشركات اللي قبل كده وخدت المتوسط بتاعها هو ده المتوسط، هو ده العائد الفعلي. طب أنا كنت متوقع إيه؟ أبتدي أشوف بقى أنا بعت قد إيه؟ طلعت قد إيه؟ وبعت قد إيه؟ إذن كل ما التشتت ده بيزيد، كل ما التباين ده بيزيد، كل ما الانحراف المعياري يزيد، ده معناه ايه؟ معناه ان المخاطر اللي في الاصل دي كبيره. بمعنى ان انا لو جيت قلت لك والله بص انا عندي ده متوسط عائد بتاع مثلا شركه ما، ده القطاع، والشركه ده متوسط العائد بتاعها خلال السنوات، وفي شركة تانية عندي ده متوسط الأرباح بتاعة القطاع، وده كانت العائد خلال السنوات، أنهي شركة فيهم درجة مخاطرها أعلى؟ طبعا دي عندها درجة مخاطر أعلى. ليه؟ عشان التباين، عشان التشتت، عن اختلاف العائد عن المتوسط كبير، تمام؟ طيب إذا المخاطر الكلية بنقيسها بإيه؟ بنقيسها بسيجما، بالانحراف المعياري. طريقة حسابه بقى والتفاصيل والكلام ده كله احنا خدناه في الإحصاء، فهو مش مقرر علينا في المنهج، ولكن لازم تبقى عارف إن المخاطر الكلية بنقيسها بسيجما، وده المفهوم، ده الربط ما بين ليه بنستخدم سيجما عشان الكلام اللي احنا لسه قايلينه. طيب أنا كده عرفت يعني إيه مخاطر، وعرفت إن في أسباب للمخاطر دي، وبناء على أسباب المخاطر دي بدأت أقسمها، قلت والله في مخاطر منتظمة ودي سببها الظروف الاقتصادية العامة، دي ظروف أو مخاطر بتمر بيها كل الشركات اللي شغالة، وفي مخاطر غير منتظمة ودي مخاطر خاصة بظروف الشركة أو بظروف خاصة بقطاع معين. وبالتالي الناس بتوع التمويل جه قال لك والله لو أنت بقى مستثمر ناصح، مستثمر ذكي،
تعمل ايه وانت بتشتري الاسهم؟ تعمل حاجة اسمها محفظة. يعني ايه؟ يعني ما تروحش تحط فلوسك كلها في سهم شركة واحدة. ليه؟ عشان الجزئية دي. انت رحت حطيت فلوسك، تخيلوا كده ان قبل الكورونا واحد قال لك ده الطيران وبيكسب والناس بقت تسافر كتير، فراح حط فلوس كلها في شركة طيران، اشترى اسهم شركات طيران، وجات الكورونا حصل ايه؟ انهيار تام لثروته. تمام؟ جه واحد والله كان حاططها في شركات سياحة وجات الكورونا حصل ايه؟ انهيار تام لثروته. طيب فالذكاء يقول لك ايه؟ انك تنوع، تعمل حاجة اسمها تنويع، انك ما تحطش فلوسك كلها في مكان واحد، لا تضع البيض كله في سلة واحدة. تعمل حاجة اسمها تنويع، تعمل محفظة وتعدد فيها الاستثمارات، تاخد سهم من قطاع السياحة وتاخد سهم من قطاع الاتصالات وتاخد سهم من قطاع تشييد البناء وتاخد سهم من قطاع الأغذية، تعمل توليفة كده. ليه؟ عشان تقدر تتلافى النوع ده من المخاطر، المخاطر غير المنتظمة. فايه بالبلدي دي تشيل دي. يجي يقول لك مثلا ايه، والله ده احنا النهارده مش عارف سهم حديد عز نزل. اه بس لما قطاع التشييد والبناء نزل وسهم حديد عز نزل معايا، لا ده قطاع البنوك طلع وانا كنت مشتري في سي اي بي، فمقدار النزول اللي كان في حديد عز تقريبا قريب من مقدار الصعود اللي كان في السي اي بي، فانا ثروتي فضلت زي ما هي. فالمحفظه التنويع اللي انا بعمله ده بيحافظ لي على ثروتي. بيحافظ لي على ثروتي ازاي؟ من خلال اللي انا اقدر اقضي على النوع ده من المخاطر. طيب ايه النوع اللي من المخاطر ما اقدرش اقضي عليه بالتنويع ده؟ يبقى المخاطر المنتظمه لا يمكن القضاء عليها بالتنويع، دي يمكن. تمام؟ طيب بما ان دي بس اللي انا مقدرش اقضي عليها، دي بس اللي انا ما ينفعش اتجنبها كمستثمر، فدي بس اللي لازم احسبها وابدا اشوف انا هتعامل معاها ازاي. طب المخاطر المنتظمه بتحسب بايه؟ بتحسب بحاجه اسمها البيتا. البيتا دي قصه كبيره، تعالوا بقى ايه نتكلم فيها واحده واحده. ايه بقى موضوع المخاطر المنتظمة؟ ايه موضوع بيتا ده؟ احنا قلنا ايه هي المخاطر المنتظمة؟ قلنا المخاطر المنتظمة المخاطر اللي بتعرضها السوق بالكامل، المخاطر اللي ما اقدرش اقضي عليها بالتنويع، المخاطر اللي خارجة عن سيطرة المستثمر، وانها بتتقاس بحاجة اسمها البيتا. الحمد لله ان طريقه حساب بيتا مش علينا وما عليناش تفاصيل كتيره ليها، كل اللي علينا في الجزئيه دي هو ايه؟ هو ايه؟ بيقول لي ان البيتا بتاعه السوق بتساوي واحد. دي فاكت كده اعرفها لحد ايه ما بعد كده تقدر ايه تاخد تفصيل الكلام ده. بيتا بتاعة السوق بتساوي واحد، المخاطر المنتظمة بتاعة السوق بتساوي واحد. تمام؟ طيب أنا بقى كمستثمر داخل واشتريت سهمين تلاتة، هتحمل قد إيه من مخاطر السوق دي؟ هتاخد قد إيه منها؟ فبنحسب بيتا بتاعة السهم. بيتا بتاعة السهم، فإذا كانت بيتا بتاعة السهم أكبر من الواحد، معناها إن المخاطر المنتظمة اللي بيتحملها السهم ده أكبر من المخاطر المنتظمة اللي بيتحملها السوق، شيء منطقي. طب وإذا كانت بيتا بتاعة السهم تساوي واحد، يبقى المخاطر اللي بيتحملها السهم ده بتساوي بالظبط المخاطر اللي في السوق. وبالمثل إذا كانت بيتا للسهم أصغر من الواحد، معناها إن السهم بيتحمل مخاطر منتظمة أقل من المخاطر اللي موجودة في السوق. دول خليك عارفهم كده كمفاهيم بغض النظر عن تفاصيلهم. وبالمناسبة يا شباب عاوز أقول لكم حاجة، ما تستعجلش في إنك تعرف تفاصيل الأشياء، عشان العلم لازم تاخده واحدة واحدة. بمعنى إيه؟ هفكركم كده، هكتب لكم حاجة. حد يعرف الفرق ما بين دي
الكلمة دي بالفتحة بفتح العين والكلمة دي بكسر العين، عبرة وعبرة، ايه الفرق ما بينهم؟ دي ليها معنى ودي ليها معنى، دي معناها دمعة ودي معناها عظة أو موعظة يعني. طيب ايه علاقة المثال ده باللي احنا كنا بنقوله واحنا صغيرين؟ كان يفضل يقول لك ايه، عين فتحة عا، عين كسرة عي، عين ضمة عو. جميل، واحنا مش فاهمين ايه يا عم لازمة عين فتحة عا وعين كسرة عي وعين ضمة عو، ايه الكلام الغريب اللي انت بتقوله ده؟ لكن لما الواحد يكبر ويبدأ يقرأ كده من غير ما يقعد يفتكر ان عين فتحة عا هي اول ما عينه جت على الشكل ده العا، واول ما عينه جت على الشكل ده العي، فده في ورا في عقلك الباطن. وهكذا برضو احنا دلوقتي في الكليه انت بتاخد اساسيات العلوم البيزكس، تمام؟ لما تاخد ان شاء الله كورس ادفانسد او تحب تعمل دراسه عليا هتبدا بقى تخش بالتفاصيل، طب ليه بيتا بتاعت سولر واحد، طب ليه بيتا ازاي اصلا بتتحسب، و تفاصيل تفاصيل تفاصيل. فخلينا عارفين كده ايه الموضوع ببساطه عشان ما نكلكعوش، وبعد كده ان شاء الله ايه ربنا يكرمكم كده تكملوا يعني دراسه هتعرفوا تفاصيل الكلام ده كله. خلينا نرجع لموضوعنا. فاحنا مش عاوزين دلوقتي من الجزء اللي كنا بنشرحه الخاص بالمخاطر غير انك تعرف ان انواع المخاطر ثلاثة، مخاطر منتظمة ومخاطر غير منتظمة ومخاطر كلية. الكلية دي بقيسها بسيجما. المخاطر غير المنتظمة هي المخاطر الخاصة او مخاطر فريدة او مخاطر خاصة بظروف شركة معينة، والمخاطر دي أستطيع أن أنا أقضي عليها بالتنويع. المخاطر المنتظمة وهي المخاطر اللي بيتعرض لها السوق ككل ولا يمكن القضاء عليها بالتنويع، وبالتالي هي دي اللي أنا محتاج أخد تعويض عنها وبقيسها بحاجة اسمها البيتا. والبيتا احنا لسه قايلين فوق اهي ان بيتا بتاعت السوق بواحد، ولو الشكل كده معناه ايه، ولو الشكل كده معناه ايه، ولو الشكل كده معناه ايه. طيب كده احنا خدنا المحددات فعرفنا عن ايه عائد، وفرقنا ما بين الثلاث انواع او ثلاث المفاهيم بتوع العائد، يعني ايه عائد متوقع، يعني ايه عائد فعل، يعني ايه عائد مطلوب، وكلمنا عن المخاطر وعرفنا ايه هي انواعها وايه هي مفاهيم المخاطر، وعرفنا ان في مخاطر منتظمه ومخاطر غير منتظمه، وفي حاجه اسمها مخاطر كليه. تعالوا دلوقتي بقى نروح للجزء الاهم اللي كل اللي فات ده كنا بنقوله عشانه، واللي انا قلت لكم عليه في البداية، اللي هو الخاص بإيه؟ الخاص ب لنا عشان أحدد أي قيمة التدفقات النقدية المتوقعة على معدل الخصم. طيب انا قلت لكم اللي احنا عمالين نتكلم فيه ده كله عشان اوصل ازاي ان انا اعرف احسب معدل الخصم ده عشان اقدر احدد القيمه. طيب معدل الخصم ده بقى بيتحسب بايه وهو ايه في الاسهم؟ وخلينا للتبسيط كده، معدل الخصم وانا بحسب الاسهم هو العائد المطلوب. ده بيحسبوه بحاجة بنموذج اسمه الكاب ام. يبقى الكاب ام نموذج تسعير الأصول الرأسمالية بيحدد لي معدل العائد المطلوب. بيحدده لي ازاي؟ بيحدده لي من خلال هو بيقول لي ان الار معدل العائد يساوي ال ار اف معدل العائد الخالي من المخاطر زائد بيتا مضروبه في ال ار ام ناقص ال ار اف. ايه الكلام الكبير ده يا شباب؟ الكلام ده معناه كالاتي، ان ال ار اف احنا لسه قايلين عليه اللي هو العائد الخالي من
المخاطر اللي هو عائد وزن الخزانة، والآر إم ده اللي هو عائد السوق. يعني إيه عائد السوق؟ عائد السوق هو السوق في المتوسط كده كله على بعضه، لو أنا خدته شروة واحدة كده على بعضه بيكسب كام؟ فالتعبير الرقمي عنه عندنا هنا في مصر عائد السوق هو عائد مؤشر EGX 30 أو EGX 100، عائد المؤشر. طيب ايه بقى مفهوم نموذج تسعير الاصول ده؟ ايه مفهوم نموذج الكاب ام؟ وليه بيقول لي ان الار بتتحسب بالطريقه دي؟ تعالوا بقى ايه نعرفها واحده واحده كده. عائد السوق ده قلنا يعني ايه؟ يعني السوق في المتوسط كده، لو انا اشتريت كل الاسهم الموجوده في السوق هكسب في المتوسط قد ايه؟ فقال لك هتكسب الار ام. والار اف احنا قلنا سائلين اللي هو عائد اذون الخزانه، عائد خالي من المخاطر، عائد ما فيهوش اي خطر. فسموا الحته دي كده علاوه خطر السوق. يعني ايه؟ يعني كم يعوضني السوق عن ترك الاستثمار الآمن اللي هو الخالي من المخاطر والعمل والاستثمار في السوق. انا دلوقتي سبت الاستثمار الآمن ورحت اشتريت اذون خزانة ونزلت البورصة عشان اشتري اسهم، فانا كده هكسب كام؟ المفروض ان انا اتعوض بكام ما تيجي تلاقي انا سبت الحاجة الامنة الحلوة الطيبة الجميلة دي؟ قال لك الار ام ناقص الار اف علاوة خطر السوق. طيب البيتا دي حساسية عائد السهم لعائد السوق، حساسية عائد السهم لعائد السوق. خليك عارفها كده كمفهوم، وان شاء الله مستقبلا هتعرف بالظبط هي ايه وتفصيلتها ايه. طيب لما انا باخد البيتا دي اضربها في علاوة خطر السوق بتديني ايه؟ الجزئية دي بقى كده على بعضها تقول لي والله علاوة خطر السوق دي انت نصيب السهم منها كام؟ السهم يستحق منها كام؟ يستحق منها ما مقداره بيتا. يبقى السهم بيستحق من علاوة خطر السوق بيتا. اخد ده كله اجمعه على العائد الخالي من الخطر يديني العائد المطلوب. يعني باختصار يا شباب العائد المطلوب هو ايه؟ هو العائد الخالي من المخاطر. وده شيء بديهي جدا جدا جدا، انك ما ينفعش تخش اي استثمار، ما ينفعش تشتري اي سهم غير لما يكون العائد بتاعه فوق العائد الخالي من المخاطر. عائد اذون الخزانه كان بيديني 9%، ما ينفعش باي حال من الاحوال ان الرقم اللي هنا ده يطلع اقل من 9%، ما ينفعش، لازم يكون اكتر، لازم يكون اكتر برقم. طيب اكتر بقد ايه؟ اكتر بالحته دي كلها كده اللي هي بتعبر لي عن ايه؟ بتعبر لي عن المفروض تعويضي عن الخطر المنتظم. فاكرين لما قلنا ان الخطر المنتظم انا اللي استحق تعويض عنه؟ عشان الخطر ده انا كده كده متحمله، انا كده كده غصب عني عشان انا شغال في السوق فاستحملته. بس يبقى دي العائد الخالي من المخاطر زائد علاوة الخطر المنتظم، ده تعويضي عن الخطر المنتظم. اجمعهم على بعض يديني العائد المطلوب. تمام، ده مفهوم الكاب ام، وان كان فيه تفاصيل كتيرة بس هي مش عليكم، خليكم بس فاهمين رموزه هو وراء ايه او بيحسب العائد بتاعه ازاي. تعالوا ناخد بقى مثال رقمي تطبيقي على الكاب ام ونشوف هنحسبه ازاي. بلغ عائد مؤشر EGX 30 16%
كمان بلغ عائد أذون الخزانة 9%، وقد تم احتساب حساسية بعض عوائد الأسهم لعائد السوق، وكانت كما يلي: حديد عز بيتا بتاعته كانت 1.12%، س جهينة بيتا بتاعته كانت 7.10، المصرية للاتصالات كانت 99.10، المطلوب 1، يحسب علاوة خطر السوق، 2، يحسب العائد المطلوب لكل سهم. طيب، الحل: علاوة خطر السوق، السوق بيزيد قد ايه عن الخطر الآمن او الخطر الخالي من المخاطر، ار ام ناقص الار اف زي عندنا في المثال ده، ار ام اللي هو عائد مؤشر اي جي اكس 30 اللي هو 16% ناقص 9% يساوي 7%، يبقى علاوة خطر السوق كام؟ 7%. نيجي عند المطلوب التاني، هو اللي بيقول لي احسب العائد المطلوب على كل سهم. طب هو العائد المطلوب بتحسب ازاي؟ بتحسب بالار ام، بالكاب ام اللي بيقول لي الار بتساوي الار اف ناقص اسف زائد البيتا في الار ام ناقص الار اف. دي اوريدي انا حسبتها طلعت 7%، طلعت 7. اذا اقدر احسب العائد المطلوب حديد عز يساوي ار اف عندي ثابتة كانت 9% زائد بيتا بتاعت حديد عز كانت 1.12% في 7% بتاع جهينة 9% زائد 7.10 في 7% المصرية للاتصالات عائد خيال المخاطر 9% زائد 99% في 7% عائد خيال من المخاطر، علاوة خطر السوق، ودي بيتا بتاعت كل سهم يساوي يساوي العائد المطلوب حديد عز كان 16.8، عائد المطلوب للغاية 13.9، العائد المطلوب للمصرية للاتصالات 15.9. ده كان طبيعي. تعالوا كده ايه نفتكر معنى بيتا في التمرين اللي احنا بنقوله ده. احنا قلنا بيتا بتاعت السوق بواحد، يعني لما بيتا تكون واحد لازم احقق نفس العائد اللي موجود في السوق، مفيش فرق بيني وبين العائد اللي في السوق. تعالوا بصوا كده، بيتا بتاعت المصرية للاتصالات كانت كام؟ 99.10، يعني تقريبا واحد. السوق كان بيحقق كام؟ التمرين كان بيقول لي ان السوق بيحقق 16% زي السوق تقريبا.
15.9. ليه؟ عشان البيتا بتاعتها نفس البيتا بتاعت السوق. طب لما البيتا كانت اقل من السوق حقق عادل اقل من المؤدي من السوق. طب لما بيتا كانت اعلى من بيتا بتاعت السوق حقق عادل اعلى من عائد السوق. تمام. طيب خليكم بس ايه عارفين المفاهيم دي كده، ان شاء الله ايه التفصيل بتاعها ناخده مستقبلا ان شاء الله. طيب انا دلوقتي كنت باخد خدت الكاب ام وحسبت بيه معدل العائد المطلوب ده عشان اعمل ايه؟ عشان احسب معدل الخصم اللي بقدر اجيب بيه القيمه. طب هل معدل الخصم بجيبه بس بالكاب ام، او الكاب ام بس هو اللي بيحدد لي معدل الخصم؟ قال لي لا، في حاجه تانية، في مفهوم تاني بيحدد لي معدل الخصم، وهو الواج. ايه الواج ده؟ ده المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال. تعالوا بقى نشوف ايه قصة الواج دي واستخدمه ازاي وهعمل بيه ايه. قبل ما اعرف الواج واعرف بتحسب ازاي وقصته ايه، لازم اعرف ان مصادر التمويل الشركة عشان تجيب أي فلوس محتاجة مصدرين، أو ممكن تجيبها من مصدرين، حق الملكية والديون. يبقى أنا عشان أجيب تمويل للشركة عندي مصدرين لا ثالث لهما أجيب بيهم الإيه؟ الفلوس، يا إما حق ملكية يا إما ديون، يا إما أروح أقترض من البنوك، يا إما أخلي حد يخش شريك معايا في الشركة عشان يديني فلوس أمول بيها مشروعاتي أو أعمل بيها أسد بيها التزامات أو أيا كان أنا محتاج الفلوس في داخل الشركة. طيب الفلوس اللي بتجيلي دي ليها تكلفة. يعني إيه ليها تكلفة؟ هو الناس مش بتيجي تديني الفلوس كده حبا فيا، أو مش بتيجي تدي الفلوس للشركة عشان هي بتحبها. الناس دي تيجي تدي الفلوس للشركة عشان هي منتظرة حاجة. منتظرة إيه؟ منتظرة عائد. يبقى الناس اللي بتيجي تحط الفلوس في الشركة كحق ملكية بتاخد ايه؟ بتاخد حاجة اسمها عائد على حق الملكية. طب والناس اللي بتيجي تحط ديون، بتيجي تدي قروض، بتاخد حاجة اسمها ايه؟ الفوائد. يبقى لان انا بروح اخد قرض من البنك بسدد له فوائد. طيب وحق الملكية انا بديله ايه؟ بديله عائد. وبرضه مستقبلا ان شاء الله هنعرف بالظبط عائد حق الملكيه ده بتحسب ازاي تفصيلا ومعناه ايه طيب بس خلينا عارفين دلوقتي ان في فوائد وفي عائد على حق الملكيه. طيب اذا تكلفه راس المال، انا عشان اخد فلوس للشركه محتاج ادفع ايه على الفلوس اللي داخلالي دي؟ محتاج ادفع العائد على حق الملكيه ومحتاج ادفع الفوائد. يبقى اي فلوس هتخش الشركه انا محتاج ادفع عليها الحاجتين دول، كل واحدة على حسب وزنها. بفرض ان انا مثلا جيت عاوز امول الشركة بمية مليون، قلت والله انا هجيب 40% حق ملكية وهجيب 60% ديون. يعني انا هاخد قرض بكام؟ ب60 مليون، وهصدر اسهم بكام؟ ب40 مليون. طيب 60 مليون دول كان عليهم فوائد سنوية، افترض مثلا ان هي كانت 10% مقدار الفوائد 6 مليون، ومعدل العائد على حق الملكية كان 15%. اذا تكلفة رأس المال بتاعتي 10% الفوائد وال15% العائد على حق الملكية. كده الحسبة صح؟ لا، كده الحسبة مش صح. ليه؟ عشان انا هدفع 10% على ما مقداره كام؟ 60%، وأدفع 15% على ما مقداره كام؟ على ما مقداره 40. يبقى أنا هدفع 10 على 60% من 100، وأدفع 15 على 40% من 100. طب أنا يعني دلوقتي أنا عاوز أحسب، يعني عاوز أشوف دلوقتي الفلوس اللي أنا دخلتها الشركة دي لما أنا أحب أجيب فلوس الشركة هتكلفني كام؟ قال لك يا عم هو الواج بيحسب لك الكلام ده كله. فالواج بيقول لك إيه؟ متوسط
المرجح لتكلفة رأس المال. قال لك والله مش انت عندك ديون حق ملكية؟ اه. طيب تكلفة الديون هي الفوائد صح؟ ادي الايه معدل الفايدة ار دي الريتيرن او المعدل بتاع الفايدة. طيب والار بتاع الاي ده العائد اللي بيدفعه حق الملكية. طيب انا خدت بقى قروض قد ايه؟ قال لك خدت قيمة معينة. قال لك حط الوزن النسبي بتاعها، الوزن بتاع القروض. طب وانت خدت عائد حق ملكية قد ايه؟ قال لك حط الوزن النسبي بتاعها، الويتد بتاع الاكويتي. يبقى انا خدت الوزن النسبي لحق الملكية ويتد اوف اكويتي وضربته في الريتيرن بتاع الاكويتي عشان يديني تكلفة حق الملكية بالنسبة لهيكل رأس المال بتاعي، وخدت وزن الويتد بتاع الديت وضربته في الريت بتاع الديت اللي هي الفايدة عشان يقول لي والله أنا هتكلف كام في القروض اللي أنا خدتها. قال لك بس هنزود حاجة صغيرة كمان على القانون. إيه هي؟ مش فاكر من المنهج بتاع أساسيات التمويل وإحنا بنعمل تحليل لقيمة الدخل كنا دايما نقول لك كلمة كده إيه؟ خلي بالك الفوائد بتعمل ما يسمى بالوفر الضريبي، يعني كل لما الفوائد زادت، عشان الفوائد بتتحط قبل ما احتسب الربح الخاضع للضريبة، فكل لما الفوائد يزيد ده بيخليني أدفع ضرائب أقل، تمام؟ فقال لك إذن في فايدة، في مصلحة بتعود عليا من وجود الفوائد داخل قيمة الدخل بتاعتي. قال لك خلاص عبر عن ده بإنك إيه؟ تخفض العائد ده بإيه؟ بالوفر الضريبي. هاخد العائد أو الريت بتاع الفايدة ده وأضربه في 1 ناقص التاكس ريت معدل الضريبة، يبقى المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال بيساوي ما أدفعه للديون زائد ما أدفعه لحق الملكية. تعالوا ناخد مثال بالأرقام عشان الصورة تبقى أكثر وضوحا معايا. هيكل رأس المال لشركة السويس للأسمنت تكون من 60% ديون و40% حق ملكية وبحساب العائد المطلوب بلغ 14.5% كما بلغ معدل الفائدة على القروض 9%، علما بأن الضريبة على أرباح الشركة كانت كام؟ كانت 13%. المطلوب احسب متوسط تكلفة رأس المال، احسب متوسط تكلفة رأس المال. بكل بساطة أعوض على طول في القانون الواك بيساوي، أنا عندي جزء خاص بالديون وجزء خاص بحق الملكية. وزن الديون هيكل رأس المال 60%، وزن حق الملكية 40% في معدل العائد على حق الملكية اللي هو معدل العائد المطلوب، اللي هو معدل العائد اللي بخرجه من الكاب إم.
هنا كان كام؟ 14.5%. طيب معدل الفوائد أنا بدفع فايدة كام؟ 9%. قال لي بس خلي بالك 9% دي هنعدلها بما يسمى الوفر الضريبي، يعني هاخد أضربها في 1 ناقص معدل الضريبة اللي هي 13%. صفي الكلام ده كله هيطلع لك إن متوسط تكلفة رأس المال 10.5%. يعني أي فلوس أنا بجيبها للشركة مولت منها 40% بحق الملكية، مولت 60% منها من ديون، هتكلفني 10.5%. طيب دلوقتي بقى احنا خدنا ايه لحد دلوقتي في الفصل؟ احنا خدنا عائد وعرفنا انواعه، فعلي ومتوقع ومطلوب، وخدنا مخاطر وعرفنا ان فيها مخاطر منتظمة ومخاطر غير منتظمة ومخاطر كلية، وعرفت انا بستخدم انهي فيهم وايه اللي انا محتاج اتعوض عنه، وان احنا بناخد القصة دي كلها عشان انا عاوز اوصل لمعدل الخصم، عاوز اطلع معدل الخصم عشان احدد بيه القيمة عشان اخصم بيه التدفقات النقدية. وقلنا ان انا عندي دلوقتي طريقتين لحساب معدل الخصم، يا اما بطلع حاجة اسمها الـ expected return ده اللي بيطلع من الكاب ام، او معدل بيطلع لي من الواك معدل الخصم للتدفقات النقدية المتوقعة. طيب امتى استخدم ده وامتى استخدم ده؟ بناء على شكل التدفقات النقدية، ودي اخر نقطة معنا في الفصل. يبقى انا عندي تدفقات نقدية بقسمها على معدل خصم، استخدم انهي معدل خصم؟ انا عندي طريقتين، يا اما بحسب معدل خصم بالكاب ام، يا اما بحسبه بالواك. امتى استخدم ده وامتى استخدم ده؟ بناء على التدفقات النقديه. يبقى انا دلوقتي محتاج اعرف ايه هي شكل التدفقات النقديه. يا اما بتكون توزيعات ارباح او تدفق نقدي حر لحق الملكية، أو تدفق نقدي حر للشركة. الاتنين دول بالتفصيل شرحوا في الفصل الأول، خلينا نعدي عليهم سريعا ونقول إن لو كانت التدفقات النقدية جايالي خاصة بالملاك، يعني دي أو دي، بستخدم الـ expected return اللي هو خارج من الكاب ام. ولو كانت التدفقات النقدية اللي أنا بحسب عليها القيمة التدفق النقدي الحر للشركة، بستخدم الواك. وبكده نكون خلصنا معظم نقاط الفصل، خلينا نراجعه سريعا مع بعض. الفصل عندي كان بيكلمني عن حاجة اسمها محددات القيمة، وإن محددات القيمة هي العائد والمخاطر، وإن العائد فيه حاجة اسمها عائد فعلي ومتوقع ومطلوب، وإن الاتنين دول نفس طريقة الحساب من خلال توزيعات والربح الرأسمالي، وبقسمهم وبنسبهم لسعر الشراء، وإن العائد المطلوب ده بطلعه من حاجة اسمها الكاب إم، وخدت كمان إيه هي العلاقة ما بين العائد المتوقع والعائد المطلوب، وإن الفرق ما بينهم حاجة اسمها ألفا. وبعدين جيت اتكلمت عن المخاطر، قلت والله إن المخاطر بتحصل لي يا إما بسبب ظروف اقتصادية عامة وسميتها مخاطر منتظمة، وقلت إن في نوع تاني من المخاطر خاص بالشركة وهي مخاطر غير
منتظمة، لما أحط الاتنين دول على بعض يطلع حاجة اسمها مخاطر كلية. المخاطر الكلية دي بقيسها بسيجما اللي هو انحراف الأرباح عن متوسطها، وإن المخاطر غير المنتظمة ده أنت لا تستحق عليها عائد، وأنت ممكن تتجنبها وما تتحملش هذا النوع من المخاطر بإنك تعمل حاجة اسمها تنويع. لكن المخاطر اللي انت غصب عنك لازم تتحملها ولازم تشيلها هي المخاطر المنتظمة، هي المخاطر اللي بيتعرض لها السوق ككل، ودي اللي انت بتاخد عليها تعويض السوق بيعوضك عنها، ودي بتتقاس ببيتا. بعد كده قلنا ان معدل الخصم، انا باخد كل ده ليه؟ عشان كنت عاوز اطلع معدل خصم، كنت عاوز اطلع الاكسبكتد ريترن، وكنت لازم اعرف ايه هي انواع المخاطر، لازم أعرف إيه هو العائد. بعد كده قلنا إن معدل الخصم يا إما بيكون الـ expected return يا إما بيكون حاجة اسمها الـ WACC، وعرفت إمتى بستخدم ده وإمتى بستخدم ده. يا رب تكونوا كده الدنيا معاكم أوضح. إن شاء الله الفصل التالت هتشرحه معانا دكتورة آلاء، وبالتوفيق إن شاء الله يا شباب. وإن شاء الله طمنوني كده بعد الامتحان. أستأذنكم، أنا هسيب رقمي إن شاء الله لو حد عنده أي استفسار أو أي حاجة مش واضحة بالنسبة له، يا ريت يعني تتواصلوا معايا. كان نفسنا بصراحة والله يعني يبقى في سكاشن كده ونتفاعل مع بعض، يعني ونعرف نستفيد من بعض، ولكن يعني ربنا يحفظ الجميع. شكرا ليكم، واعذروني لو كان في اي نقطة مش واضحة، وبالتوفيق يا رب ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بطلاب وطالبات الفرقة الرابعة تخصص تمويل مادة تسعير الأصول، معاك ولاء عبد الباقي معيدة بالقسم تحت إشراف دكتور وليد البلوك. النهاردة إن شاء الله هنتناول مع بعض الفصل الثالث، وهو بعنوان التقييم باستخدام نماذج خصم توزيعات الأرباح. هنشوف النهاردة مع بعض القيمة الزمنية للنقود، وهنتناول القيمة الزمنية من خلال القيمة الحالية لمبلغ مستقبلي هيجي في المستقبل، ويتم تدعيم ذلك من خلال مثال عملي. وأيضا هنشوف النهاردة مع بعض القيمة الحالية لتيار من التدفقات النقدية، وأيضا هندعم الكلام ده بمثال أيضا عملي. هنتناول النهاردة برضو مع بعض نموذج خاص بتوزيعات الأرباح، من خلال إن أنا أبدأ أحتفظ بسهم لفترة واحدة أو إن أنا أحتفظ بسهم لفترات متعددة. هنشوف أيضا مع بعض النهاردة برضو نموذج نمو جوردن، ويتم تدعيم هذا النموذج من خلال هشوف هبدأ أشوف معدل نموذج نمو جوردن، وإن أبدأ إزاي أستخدم نموذج نمو جوردن في تقييم الأسهم الممتازة، وهشوف برضو الروابط بين نموذج نمو جوردن وبين نمو قيمة السهم وعائد الربح الرأسمالي وعائد توزيعات الأرباح. وأخيرا هنتناول مع بعض معدل نمو التوزيعات الضمني، ويتم تدعيم ذلك من خلال بعض الأمثلة العملية. هنشوف النهاردة مع بعض هذه العناصر في هذا الفصل. تم تطوير مجموعة من النماذج اللي هي نماذج توزيعات، نماذج التقييم المعروفة عندي باسم نماذج التدفقات النقدية المخصومة. النماذج دي بتشوف إن القيمة الجوهرية للأسهم العادية هي عبارة عن القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية اللي المفروض إن أنا أحصل عليها. هنتناول النهاردة مع بعض في هذا الفصل مع بعض كيف إزاي إن أنا أطبق هذه النماذج عمليا. عندي 4 خطوات رئيسية لما أجي أعتمد على منهج التدفقات النقدية عندي المخصومة في تقييم الأسهم. أول خطوة إن أنا أبدأ أختار تعريف محدد للتدفقات النقدية اللي أنا هبدأ أعتمد عليه، وبالتالي أبدأ أختار نوع نموذج خاص للتدفقات النقدية. الخطوة الثانية أبدأ أتنبأ بالتدفقات النقدية، ثم بعد ذلك أبدأ أختار معدل الخصم المناسب للتدفقات النقدية اللي أنا أبدأ أعتمد عليه، وهو في فصلنا هذا هو نماذج خصم توزيعات الأرباح. بعد كده أبدأ أعمل تقدير معدل الخصم،
في هذا الفصل طبعا هبدأ أختار تعريف، عندنا تعريف محدد للتفاوض النقدية اللي أنا هبدأ أعتمد عليه، وهو توزيعات الأرباح. ده توزيعات الأرباح ده نوع من النماذج اللي أنا هبدأ أعتمد عليها، اللي بتعتمد على تلك التدفقات اللي هي نماذج خاصة بتوزيعات الأرباح. هنشوف النهاردة مع بعض مراجعة سريعة كده لمفهوم القيمة الزمنية للنقود ومفهوم القيمة الحالية. أولا، القيمة الزمنية للنقود. بشكل عام، القيمة الزمنية للنقود هي عبارة عن قيمة الجنيه الموجود في إيدك دلوقت بيساوي أكتر من الجنيه اللي أنت المفروض إن أنت هتاخده في المستقبل. إزاي؟ وإيه السبب في ذلك؟ إن قيمة الجنيه دلوقتي بالنسبة لي بقى أقل، وقيمة الجنيه في المستقبل اللي أنا هحصل عليها تبقى زيادة. ده بيرجع لو أنا استثمرت هذا المبلغ دلوقت وجيت اخدته بعد كده، هيبقى الفرق المبلغ في الوقت اللي هي القيمة الحالية دلوقتي بمقارنة بالقيمة المستقبلية، اللي هي ان انا ممكن ابدأ اكسب فايدة او اربح فايدة خلال الفترة الموجودة. فدلوقتي عندي الجنيه هيكبر وينمو اكتر من الجنيه لاحقا، وبالتالي انه في مجال الاستثمار لا يجب ان انا ابدأ اتعامل مع الاموال اللي بتأتي في توقعات مختلفة على أساس إن هي متساوية. لا يجوز إن أنا أبدأ أجمع أو أطرح مبالغ مالية متوقع الحصول عليها بعد سنة مع أموال مالية متوقع إن أنا أحصل عليها بعد سنتين مثلا لاختلاف الوقت، ده هيتطلع على قيمة المبالغ. طب الحل إن أنا أبدأ أحول تلك المبالغ إلى نفس التوقيت، إن أنا أبدأ أجيب القيمة الحالية لهذا المبلغ، وأبدأ قبل ما أبدأ أجمع أو أطرحها. حتى يمكن ان انا ابدا اجمع واطرح ازاي ده هيتم ازاي، ان انا دلوقتي لو عندي مبلغ هبدا استثمره مثلا، عايز المبلغ ده في المستقبل هيبقى 100,000 جنيه. المبلغ 100,000 جنيه بعد ده مثلا بعد سنة. طب دلوقتي 100,000 جنيه قيمتهم كام؟ الفرق بين قيمة المبلغ بعد سنة وقيمته دلوقتي اللي هو معدل الخصم كما يتضح من الرسم. يعني القيمة الحالية عندي عشان أجيب ده القيمة المستقبلية اللي أنا هحصل عليها اللي هو 100,000. هل 100,000 دلوقتي هما 100,000؟ طبعا لأ، عشان هبدأ أستثمر المبلغ ده فيبقى هاخد عليه فايدة، اللي هو أكسب فايدة أو أبدأ الفايدة دي اللي أخدها في المستقبل اللي أنا هبدأ أربحها أو أكسب. الفرق اللي بين القيمة الحالية والقيمة المستقبلية يسمى معدل الخصم الآر. يعني القيمة المستقبلية 100,000، هل قيمتهم كام دلوقتي؟ ده الفرق بين القيمة المستقبلية والقيمة الحالية، ده معدل الخصم. ونظرا هنا للخصم القيمة المستقبلية، فإن القيمة الحالية عندي طبعا بتكون أقل من القيمة المستقبلية. هنبدأ نشوف مع بعض إيه القيمة الحالية لمبلغ مستقبلي واحد. المعادلة عندنا بتقول إنه الـ present value اللي هي القيمة الحالية بتساوي future value القيمة المستقبلية على 1 + r وكل أس تي. القيمة بي بي اللي هي القيمة الحالية، الـ اف في اللي هي future value القيمة المستقبلية، الآر اللي هو معدل الخصم لخصم القيمة المستقبلية عندي. هيتم ذلك، هنطبق المعدل من خلال مثال عملي. المثال ان انت تفترض ان انت عايز 200,000 جنيه بعد سنة عشان تتقدم على مقدم شقة جديدة. اذا كان بامكانك ان انت تحقق عائد 7% سنويا على الاستثمار لهذا المبلغ ان انت تحتاجه اليوم للحصول على مقدم الشقة بعد سنة، اولا هنشوف عندي هنا البي بي في القيمه الحاليه ده اللي انا عايز دلوقتي قيمه ال 200,000 قيمتهم كام دلوقتي. الفيوتشر فاليو اللي هي ال 200,000 اللي انا عايزهم اللي انا هحتاجهم لمقدم الشقه، 7% ده اللي هو الار اللي هو معدل الخصم اللي هو 7%. التي بيساوي سنه اللي هو الطايم عندي بعد سنه، انا بحتاج المقدم ده للحصول على المقدم بعد عام اللي هو بعد سنه. يبقى ال بي في بتساوي ال اف في على 1 + r كل اس تي. دي المعادلة اللي عندنا، هبدأ اعوض في هذه المعادلة ال 200,000 على 1 + 7% اللي هو المعدل الخاص، يبقى 1 و7% وكل اس واحد الطايم ده اللي هو سنة، بتساوي 186,916. يعني دلوقتي 200,000 اللي أنا عايزهم بعد سنة قيمتهم الحالية دلوقتي 186,916 جنيه.
الفرق بين القيمة الحالية دلوقت وبين القيمة المستقبلية اللي هي الـ future value اللي هو معدل الخصم. ده الفرق بين القيمة الحالية والقيمة المستقبلية اللي هو معدل الخصم أو العائد اللي أنا أحصل عليه اللي هو 7%. هنبدأ نشوف مثال آخر. تريد إن أنت عايز تدخر من أجل نفقات زواج ابنك، ومتقدر إن أنت تحتاج عايز في المستقبل 300,000 جنيه. طب أنا عايزهم بعد كام؟ بعد 17 سنة. إذا كنت واثق من إمكانك إن أنت تحقق عائد 8% سنويا، فأنت دلوقتي عايز مبلغ اللي أنت تقدر تستثمره اليوم كامل. تبدأ عشان استثمر المبلغ، هستثمر كام دلوقتي عشان أحصل بعد 17 سنة على 300,000؟ هبدأ أشوف البريزنت فاليو، القيمة الحالية دلوقتي كام، الفيوتشر فاليو أنا عايز 300,000. 300,000 دلوقتي، 300,000 بعد 17 سنة دلوقتي قيمتهم الحالية كام؟ هنبدأ نعوض في المعادلة. ال PV بيساوي اف في على 1 زائد R كله اس تي. ال PV بيساوي 300,000 اللي أنا هاخده بعد 17 سنة على 1 زائد R، ال R ب 8% يبقى 1.8% كل اس تي. التي عندي هنا ب 17 سنة، التي اللي هو الطيب الزمن، يبقى 17 سنة بتساوي 810، بتساوي 81,000 او 80 جنيه. ده نبدأ المبلغ اللي انا ابدأ استثمره دلوقتي عشان بعد سنة احصل على 300,000 جنيه. هنشوف مع بعض مثال اخر. هنشوف القيمة الحالية لتيار من التدفقات النقدية. يمكن ان نستخدم المعادلة السابقة اللي هي للقيمة الحالية، هذه المعادلة اللي هي PV بيساوي FV على 1 زائد R كل اس تي. هستخدم المعادلة دي ازاي؟ ممكن ان نستخدم المعادلة دي عشان ابدأ اوجد تيار من التدفقات النقدية المستقبلية، وذلك عن طريق ان انا ابدأ اوجد القيمة الحالية لكل مبلغ على حدة، ثم ابدأ اجمع تلك القيم او تلك المبالغ. هنشوف المثال كده مع بعض. إذا كان هناك استثمار من المتوقع أن يحقق لك تدفق نقدي 400 جنيه في نهاية العام الأول، و800 جنيه في نهاية العام الثاني، و1200 جنيه في نهاية العام الثالث، و1600 جنيه في نهاية العام الرابع، يمكنك تحقيق عائد 12% على استثمارات متشابهة جدا. ما هو أقصى ما يجب أن تدفعه مقابل هذا الاستثمار؟ يعني أنا عايز أشوف قيمة الاستثمار ده دلوقتي كام اللي أنا هيخليني أحصل على تدفق نقدي 400 جنيه في السنة الأولى، و800 جنيه في السنة الثانية، و1200 جنيه في السنة الثالثة، و1600 جنيه في السنة الرابعة. هبدأ أحسب القيمة الحالية لتدفق السنة الأولى اللي هو زي ما اتفقنا مع بعض، هنعوض في المعادلة دي اللي هي PV بيساوي FV على 1 زائد R وكل أس تي. هعوض فيها ازاي؟ هبدأ اشوف السنة الاولى ال 400,000 التدفق النقدي اللي هو هحصل عليه على 1 زائد 12% اللي هو معدل العائد اللي انا هحصل عليه اللي هو R، يبقى 1.12% كل اس واحد. ده الطيب عشان بعد اول سنة هحصل على، المفروض ان انا قيمتهم الحالية دلوقت ال 400 جنيه، قيمتهم الحالية دلوقت 357 جنيه و14 قرش. هشوف القيمة الحالية للتدفق النقدي للسنة الثانية. السنة الثانية ان انا عشان احصل على 800 جنيه بعد سنتين هدفع كام دلوقتي؟ القيمة الحالية لهم دلوقتي كام؟ 800,000 بعد سنتين. هاي 800,000 هنعوض في المعادلة اللي انا وريتها لحضراتكم اللي هي البريزنت فاليو. البريزنت فاليو بتساوي فيوتشر فاليو على 1 زائد R وكل اس تي. يبقى هنا هنشوف 800,000 على 1 زائد 12% اللي هو معدل الخصم كل أس 2، بما إن دي السنة الثانية، يبقى دي هنا عندي ب2، يبقى 800,000 بعد سنتين قيمتهم الحالية دلوقتي 637 جنيه و76 قرش. بالنسبة للقيمة الحالية للتدفق السنة الثالثة اللي هو عشان أحصل على 1200 جنيه، هشوف قيمتهم دلوقتي كام. الألف ومتين عوض في المعادلة السابقة، الألف ومتين على 1 زائد 12% اللي هو المعدل كل أس 3، بما إن هي السنة الثالثة،
المية 1200 قيمتهم الحالية دلوقتي 854 جنيه وأربعة وأربعتاشر قرش. هشوف القيمة الحالية اللي ضافوا في السنة الرابعة اللي 1600 جنيه قيمتهم كام دلوقتي. ازاي هنعوض نفس الكلام؟ الأربعة هتبقى دي هتبقى أس أربعة. قيمة 1600 جنيه قيمتهم الحالية دلوقتي اللي أنا هاخدهم ألف، 1600 اللي أنا هاخدهم بعد 4 سنين قيمتهم الحالية دلوقتي 1016 جنيه و82 قرش. أنا دلوقتي كده زي ما اتفقنا إن أنا مقدرش أجمع التدفقات نقدية هتجيلي في أكتر من فترة أو أكتر من زمن، يعني أنا ما ينفعش إن أنا أجمع الـ400 زائد 800 زائد 1200 زائد 600 عشان دي هتجيلي على أكتر من فترة، فما ينفعش في إن أنا أجمعهم بما إن التدفقات النقدية اللي جت في توقعات مختلفة. أولا أبدأ أوجد القيمة الحالية ليهم، وبعد ما أوجد القيمة الحالية أبدأ أجمعهم. يعني أنا عشان أحصل على المبالغ دي أبدأ أقيم القيمة الحالية لكل مبلغ، من خلال القيمة الحالية لكل مبلغ أقدر أجمع القيمة الحالية دي عشان أبدأ، عشان دول هيجي في نفس التوقيت أنا أبدأ أجمعهم عادي، اللي هما الـ4 مبالغ 357 و637 و854 و1016 أبدأ أجمعهم. أما ما ينفعش إن أنا أجمع الـ400 والـ600 و1200 و1600 عشان دول هيأتوا في أوقات في توقيتات مختلفة، أما دول لنفس التوقيت الـ357 و600 و800 وال1000 16 هيجوا بنفس التوقيت، فده يمكن ان انا اجمعهم مع بعض عشان اوجد القيمه الحاليه لكل التدفقات النقديه. والقيمه الحاليه دي بتمثل لي قيمه الاستثمار، يعني انا ابدا البرزنت فاليو، البرزنت فاليو بتساوي 357 زائد 637 زائد 854 زائد الـ1016 ده هيديني 2865 جنيه و86 قرش. كده اتناولنا مع بعض القيمة الزمنية للنقود، وشوفنا القيمة الحالية لمبلغ مستقبلي واحد، واتناولنا مع بعض القيمة الحالية لتيار من التدفقات النقدية، ودعمنا الكلام ده بأمثلة عملية. ان هنتناول مع بعض بعد كده نموذج خاص بتوزيعات الأرباح. في هذا النموذج هنشوف مع بعض افتراض الاحتفاظ، ان انا احتفظ بالسهم لفترة واحدة او ان انا احتفظ بالسهم لفترات متعددة. نموذج خصم توزيعات الارباح يعتبر من اقدم المناهج اللي انا بستخدمها في تقييم الاسهم، ومازال ده بيستخدم على نطاق واسع برضه من قبل الباحثين والممارسين. النموذج خاص من توزيعات الأرباح هو الأداة الرئيسية لتقييم الأسهم. أولا نشوف مع بعض افتراض الاحتفاظ بالسهم لفترة واحدة. من وجهة نظر المستثمر اللي هيقوم بشراء سهم مثلا، عايز يشوف التدفقات اللي هو يحصل عليها هي تدفقات عشان أحصل على تدفقات نقدية، وهستثمر مبلغ ايه هي التدفقات اللي انا هاخدها على المبلغ اللي انا هبدأ استثمره ده. اول حاجة هحصل على الارباح الموزعة خلال الفترة، هبدأ احصل فعلا على سعر السوق لما اجي ابيع السهم ده اللي هو سعر البيع. وطبعا المفروض ان هو سعر البيع المستقبل عندي يعكس التوقعات حول توزيعات الارباح عندي بعد البيع، وبالتالي لو رأى اي مستثمر عنده رغبة ان هو يشتري حصة من الاسهم او يحتفظ بيها لاكتر من سنة، فإن قيمة تلك الحصة من الأسهم اليوم هي إنها بتكون القيمة الحالية للأرباح، القيمة الحالية للأرباح اللي أنا متوقع إن أنا أوزعها خلال العام خلال سنة، وأيضا بالإضافة إلى القيمة الحالية لسعر البيع المتوقع في نهاية السنة اللي هو البي واحد. يعني أنا هستثمر مبلغ المفروض إن أنا أتوقع إن أنا أحصل على توزيعات الأرباح اللي هي القيمة الأرباح اللي أنا هاخدها خلال السنة دي اللي هتخطط النقدية اللي هجيبها المبلغ خلال السنة زائد سعر البيع اللي أنا هحصل عليه في نفس السنة اللي أنا هبيع فيه السهم. وبالتالي أنا أبدأ أقيم القيمة الحالية للسهم إزاي؟ من خلال إن أنا أحتفظ به لفترة واحدة أو لسنة واحدة، من خلال البي زيرو بتساوي دي ون على واحد زائد آر كل أس واحد زائد بي اللي هو واحد اللي هو السعر على واحد زائد ار كل اس واحد. يبقى بما اني
الباص عندي، الباص المقام عندي موحد، هاخد منه واحد بس المقام عشان ده موحد. ده في الرياضة، انه المقامات متساوية، ناخد مقام واحد واجمع الباص، يبقى دي واحد زائد بي واحد على واحد زائد ار، وكل اس واحد بما ان الفترة سنة. زي ما اتفقنا مع بعض، البي في اللي هي القيمة الحالية للسهم دلوقت عند توقيت صفر اللي هو دلوقت، اما البي وان اللي هو سعر السهم المتوقع بعد سنة ان انا هبيع السهم ده بكام، دي واحد اللي هي الارباح المتوقعة ان انا احصل عليها خلال هذه الفترة وخلال هذه السنة. يبقى فافترض ان الارباح دي اللي ممكن ان انا احصل عليها او الدفع لي في نهاية هذه السنة. الـ R هي معدل العائد المطلوب على السهم. هنشوف ده ازاي؟ هنشوف ده بمثال عملي. اذا كنت تتوقع ان تدفع الشركة العربية للاستثمار 2.20 جنيه ارباح العام المقبل للسهم الواحد، كما برضو تتوقع ان يكون سعر السهم 166.66 قرش، 106 جنيه و66 قرش خلال السنة الجاية. معدل العائد المطلوب لسهم الشركة هو 9% اللي هي الـ R، ده معدل العائد المطلوب له معدل الخصم. ما هو تقديرك لقيمة أسهم الشركة العربية للاستثمار؟ يعني إزاي ده عايز أشوف القيمة بتاع الأسهم الحالية. هاجي هعوض إدانا في المعطيات اللي قال إن هي تدفع الشركة العربية 2.20 جنيه، ده هتبقى بالنسبة لي التوزيعات خلال السنة. الـ R ب9% 9%. قال لي إن ممكن الشركة تتوقع إن هي تبيع السهم ده ب106 جنيه، طب هي تبيعه ب106 وواخدة واخدة عليه توزيعات أرباح 2.20 جنيه. عايز أشوف قيمة السهم ده كام دلوقت، القيمة المتوقعة للسهم إن أنا أبدأ أستثمر بيه كام دلوقت. الـ PV هنعوض في القانون، هشوف ال بي زيرو بتساوي دي واحد زائد ال بي واحد اللي هو السعر اللي انا هبيع فيه خلال السنة على واحد زائد ار كله اس تي. التي عندي هنا اللي هو سنة، ابقى طايم عندي هنا سنة، هفضل اعوض الدي واحد بتساوي 2.20 جنيه زائد ال بي واحد بتساوي 106.66 قرش على واحد زائد ار اللي هي عندي 9% أس واحد اللي هو التي سنة عشان خلال سنة واحدة، بتساوي 99.87 جنيه. يعني 106 قيمتهم دلوقت، القيمة الحالية ليهم دلوقت 99.87 جنيه. هنشوف برضو مع بعض ان انا ابدأ احتفظ بالسهم لفترات متعددة. عشان ان انا احتفظ في السهم لفترات معدة، اشوف التوزيعات الارباح هتجيلي كل سنة. يعني انا عندي نفس المعادلة السابقة بس زادت عنها ان توزيعات السنة الاولى زائد توزيعات السنة الثانية زائد قيمة سعر السهم اللي انا هبيع بيه اللي هو السنة الثالثة. وبرضو لو كانت اكتر من فترة، ده لو فترتين، طب لو كانت اكتر من فترة هتبقى بقى دي واحد زائد دي اتنين زائد دي تلاتة زائد دي اربعة لحد السنة اللي هبيع فيها، سواء سنتين او ثلاثة او اربعة او خمسة. بس عندي في البي اتنين دي لو كان سنتين، طب لو بي تلاتة لو بعد دي اربع سنين هتبقى بي اربعة اس اربعة. هنا المعادلة عشان اخدها بشكل ابسط شوي، الدي واحد على واحد زائد الار كل اس واحد زائد هنا دي السنة الثانية، أبدأ أحط دي اتنين زائد بي اتنين على واحد زائد ار كل اس اتنين بما انها السنة الثانية، فدي هتبقى اس اتنين. هنشوف ده ازاي بمثال عملي. بيقول لك للسنوات الاربع المقبلة، من المتوقع ان تكون توزيعات ارباح احد الاسهم السنوية 4 جنيه، وده بالنسبة للسنة الأولى، وأربعة جنيه وعشرين قرش للسنة التانية، وبالنسبة للسنة التالتة تبقى 4 جنيه و40 قرش. أما بالنسبة للثالثة تبقى توزيعات الأرباح 7 جنيه. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يكون سعر السهم 80 جنيه في نهاية الأربع سنوات
إذا كان العائد المطلوب على حقوق الملكية، على حقوق الملكية 10%، فما قيمة هذا السهم؟ هنبدأ نجيب القيمة الحالية للسهم دلوقت، البرزين قيمة السهم الحالية دلوقت B0 اللي هي دلوقت، هنعوض في المعادلة السابقة هذه المعادلة اللي هي بما إنها 3 سنين يبقى 4 سنين سوري، هتبقى بي سوري هتبقى في زيرو بتساوي D1 على 1 زائد R أس 1 زائد D2 على 1 زائد R أس 2 زائد D3 على 1 زائد R أس 3 زائد D4 على 1 زائد R أس 4 زائد B4 على 1 زائد R كل أس 4. هنشوف ده هيتم ازاي. اول واحدة اللي هي المعادلة هي التوزيعات اللي انا هاخد عليها، ان انا احصل عليها في السنة الاولى 4 جنيه على 1 زائد R عندي هنا ب10%، ب10% يبقى 1 و10 أس 1 عشان السنة الاولى، زائد توزيعات السنة التانية اللي هي 4 جنيه و20 قرش على 1 زائد 10% أس 2 بما انها توزيعات السنة التانية، زائد 4.40 قرش توزيعات السنة التالتة على 1 زائد 1 زائد 10% 1 و10 ده اللي هو 1 زائد 10% أس 3 زائد السنة الرابعة عندي 700 اللي أنا هحصل عليهم اللي هي توزيعات الأرباح هنا عندي على 1 زائد 10% أس 4 زائد 80 جنيه اللي أنا هحصل عليهم اللي أنا هبيع بيهم السهم دي السنة الرابعة، هبيع يعني أنا هحصل التوزيعات بتاع السنة الرابعة زائد إن أنا هبيع السهم في السنة الرابعة على 1 زائد 10% كل أس 4. هبدأ أبدأ مع التوزيعات بتاع ال4 سنين زائد قيمة سعر البيع اللي أنا أحصل عليه، يبقى عندي هنا هتبقى 3 636 زائد 3 475 زائد 3 6 306 زائد 4 781 زائد 54 671 ده يبقى بيساوي لي القيمة الحالية، تساوي لي كام؟ القيمة الحالية تساوي لي 69 جنيه 835 قرش، يعني قيمة 80 جنيه بعد 4 سنين، القيمة الحالية لهم دلوقتي 79 جنيه 835 قرش، مع مراعاة إن أنا هبدأ أخد توزيعات أرباح السنة الأولى أو توزيعات أرباح السنة التانية وتوزيعات أرباح السنة التالتة وتوزيعات أرباح السنة الرابعة بإضافة إلى سعر البيع، فده 69 جنيه دلوقت هاخدهم بعد 4 سنين سعر السهم يتباع ب80 جنيه بالإضافة إلى التوزيعات اللي أنا هاخدها. هنشوف مثال تاني، عندنا مثال ده موجود في الكتاب في آخر الفصل الثالث وهي من ضمن الأمثلة غير المحلولة. بيقول بيقوم الأستاذ شريف اللي هو المحلل، الأستاذ شريف ده محلل، بيقيم أسهم شركة الغد اعتبارا من شهر نوفمبر عام 2020، وقد قام بجمع التوقعات التالية عن السهم. توقع المحللين أن توزيعات السهم بتكون 4 جنيه للسهم في 2021، ده بناء على 10 محللين، الرأي بتاع 10 محللين. بيتوقع الأستاذ شريف أنه بيكون سعر السهم في نهاية عام 2022 هو 250 جنيه، وقد وبرضه قدر المعدل العائد دو أستاذ شريف المحلل قدر المعدل العائد المطلوب على السهم هو 11%. يفترض أن جميع التوزيعات الأسهم بتدفع في نهاية السنة، أي هو المطلوب؟ المطلوب الأول باستخدام نماذج خاصة توزيعات الأرباح، أي أن أنا أبدأ أقدر قيمة السهم في نهاية عام 2021. المطلوب الثاني بيقول ان انا ابدا استخدم نماذج خاصه توزيعات الارباح في ان اقدر قيمه السهم في نهايه عام 2020. اولا المطلوب الاول ان انا ابدا اقيم قيمه السهم في 2021، مديني المعطيات، مديني الدي 2021 ب4 جنيه، وأيضا مديني الدي اللي هي توزيعات الأرباح 2022 ب5 جنيه، مديني السعر السهم اللي توقعه المحلل اللي هو
في 2022 هيبقى 250 جنيه للسهم، ومعدل العائد المطلوب على السهم 11%. هنعوض في المعادلة ال V 20 اللي هي القيمة الحالية 2021 هتساوي لي كام؟ اللي هي قيمة تقدير السهم هتساوي 5. الخمسة دي اللي هي دي 2022 اللي هي السنة الجاية، أنا عايزة في 21 زائد 1 زائد 11% اللي هو 11% أس 1 عشان دي سنة. ده أنا بتكلم خدت توزيعات أرباح سنة 22. هنكمل مع بعض. توقع ان هو يبيع السهم، توقع ان هو يبيع السهم ب 250 جنيه على 1 زائد 11 كل اس 1، ده هيساوي لي 229.37 قرش. المطلوب الثاني بيقول لي اقدر قيمه السهم دلوقتي في نهاية 2020. هنا هيبقى عندي فترتين توزيعات الأرباح، عندي فترتين هاخد توزيعات الأرباح في فترة 2021 وتوزيعات الأرباح في سنة 2022 زائد سعر البيع في 2022. أعوض في المعادلة في 2020، سوري هي مكتوبة في 2021 بس دي في 2020، بتساوي 4 على 1 زائد 11 كل اس 1 اللي هي توزيعات الارباح في السنه الاولى اللي هي سنه 2021 زائد توزيعات الارباح في سنه 2022 اللي هي 5 على 1 زائد 11 1 زائد 11% اللي هو 11 كل اس 2 بما انها السنه الثانيه 2022 زائد سعر البيع اللي هو 2250 جنيه للسهم على 1 زائد R اللي هي 1 زائد 11% أس 2، ده يساوي لي 210.57 قرش. هنشوف مع بعض بعد كده نموذج نمو جوردن. بيفترض نموذج نمو جوردن إن الأرباح بتنمو إلى ما لا نهاية بمعدل ثابت. إزاي؟ بيقولك انه الارباح بتنمو بمعدل ثابت، يعني لما انا نهايه الترويج في المعدل الثابت عندي هنا هيبقى معدل هنا عندي ثابت على المبلغ اللي انا هبدا استثمره. الافتراض ده ساعد ان انا ابدا اوصل لمعادله تقييم، ان انا اقيم الاسهم تقييم بسيط. المعادله دي كان لها تاثير كبير جدا في مجال الاستثمار، اللي هو معادله اهم معادله نموذج نمو جوردن. المعادلة دي بتقول إن توزيعات أي فترة اللي هي دي تي بتساوي توزيعات الفترة السابقة اللي هي دي تي ناقص 1 اللي هي زائد افتح قول 1 زائد جي. الجي ده عندي هو معدل النمو الثابت المتوقع. أما بالنسبة دي تي اللي هي توزيعات الأرباح المتوقعة المستحق للدفع في الوقت دي في الوقت تي. هنشوف ده إزاي؟ هنشوف ده من خلال مثال عملي، يتم تطبيق هذه المعادلة من خلال مثال عملي. المعادلة المثال بيقول آخر توزيعات أرباح كانت 20 جنيه، إذا توقع معدل نمو أرباح بنسبة 5%. المطلوب الأول بيقولك ما هي توزيعات الأرباح المتوقعة السنة الجاية، وما هي التوزيعات المتوقعة بعد 5 سنين. هنبدأ نطبق المعادلة دي واحد بتساوي دي صفر افتح قوس على 1 زائد جي. دي واحد عندي هنا اخر توزيعات، يبقى دي واحد اللي هي اخر توزيعات دي 20 دي يبقى دي صفر. يبقى هنا عندي دي واحد بتساوي صفر افتح قوس اللي هو ده واحد ده ثابت في المعادلة، زائد الجي هنا عندي بخمسة في المية يبقى 5% هتساوي 21 جنيه. يعني توزيعات الأرباح السنة الجاية ب21 جنيه، معنى كده إن توزيعات الأرباح السنة دي 20 جنيه، توزيعات أرباح السنة الجاية تبقى 21 جنيه. عايز أشوف توزيعات الأرباح بعد 5 سنين، هبدأ أشيل هنا الطيب. هنا عندي كانت السنة الجاية، هنا بدل السنة الجاية الطيب هنا عندي هيبقى 5، يبقى دي 5 توزيعات بعد 5 سنين بتساوي توزيعات دلوقتي
في 1+G زائد معدل نمو الأرباح بكل أس 5 عشان بعد 5 سنين. يبقى هنا عندي دي 5 بتساوي 20 اللي هي توزيعات الأرباح زائد 1+5 × 5 بتساوي 25.5 جنيه. يبقى توزيعات الأرباح بعد 5 سنين بتساوي 25.5 جنيه. هنبدأ نشوف برضو مع بعض معادلة نموذج جوردن. إذا إن أنا تميت أستبدل توزيعات الأرباح دي لأكثر من فترة، يعني أنا هنا عندي بدل من إن أنا أستخدم تي من دي تي اللي هي التوزيعات في سنة في نموذج خصم الأرباح الموزعة لفترة غير محدودة، هنا نحصل على نموذج نمو جوردن. إيه هي المعادلة بتاع نموذج نمو جوردن؟ المعادلة بتقول إنه في القيمة الحالية دلوقتي value zero، القيمة الحالية دلوقتي بتساوي توزيعات اللي هحصل عليها دلوقتي زائد 1+G دي اللي هي نمو توزيع نمو توزيعات الأرباح على R-G. ده إن أنا ممكن أستخدم عوضنا عليه في المعادلة السابقة إنها دي زيرو 1+G دي بتساوي دي 1 اللي هي السنة الجاية توزيعات السنة الجاية على R-G. يبقى معادلة نموذج نمو جوردن بتساوي دي 1 على R-G. هنبدأ نطبق المعادلة دي ندعمها بمثال عملي. هنشوف ازاي. بقولك افتراض انه قد تم دفع توزيعات ارباح سنوية قدر التوزيعات دي 10 جنيه مؤخرا. كلمة مؤخرا يعني دلوقتي بقى دي زيرو هي توزيعات الارباح دلوقتي بـ10 جنيه. معدل النمو طويل الاجل المتوقع 5%. العائد المطلوب على حقوق الملكية هو 8%. فما هي قيمة السهم؟ الآر عندي هنا 8% اللي هي معدل العائد المطلوب. معدل النمو اللي هو الجي بتساوي 5%. هبدأ أعوض في المعادلة دي اللي هي دي 1 بتساوي دي 0 1+G في 1+G. هنا عندي الدي 0 بتساوي 10. يبقى 10 في 1+5% اللي هو معدل النمو طويل الأجل اللي هو الجي دي بتساوي 10.5. ده بالنسبة لنا كده التوزيعات السنة الجاية. هجيب بقى القيمة الحالية دلوقت بمعادلة نموذج نمو جوردن. المعادلة بتقول انه دي 1 على R-G. هبدأ اعوض دي 1 جبتها بـ10.5. 10.5 على 8% اللي هي المعدل العادي المطلوب الار نقط جي عندي اللي هي 5% بتساوي 350 جنيه. هنا طبعا انا عندي المعادلة هنا احرص على استخدام نموذج نمو جوردن ان انا استخدم دي 1 وليس دي 1 وليس دي 0 في البسط. ازاي هنا هو هنا كان دي 0 فانا هنا ما ينفعش ان انا استخدم دي 0 لا انا لازم في البسط عندي دي 1. إذ لو استخدمت دي 1 لوحدها بس دي 0 ما ينفعش ان انا استخدمها لوحدها بس، لازم أن اضرب في 1+G اللي هو معدل النمو، او ان انا استخدم دي 1 او اجيب دي 1 اللي هي توزيعات السنة الجاية على معدل خصم معدل النمو اللي انا هحصل عليه. هنشوف مثال اخر. ده المثال الموجود في اخر الفصل من الكتاب وهو مثال غير محلول. بيقولك تقوم الشركة حاليا بتوزيع 1 جنيه توزيعات نقدية. بيتوقع نمو التوزيعات بمعدل 7% سنويا. معدل اللي هو الار بـ15%. بيقول لي احسب القيمة المتوقعة للسهم دي زيرو. هو الحق اول ما قال حاليا اعرف ان دي زيرو اللي هي دلوقت التوزيعات حاليا التوزيعات دلوقت بتساوي بجنيه. الجي اللي هو معدل النمو بـ7% من 100. الار اللي هو معدل العائد المطلوب بـ15%. هبدأ اعوض في المعادلة دي. اجيب دي 1 عشان اعوض اطبق في معادلة نمو جوردن. ان دي معادلة نمو جوردن بتقول لي انه في 0 بتساوي دي 1 على R-G. عشان اجيب الدي 1
دي واحد بتقول لي ان دي زيرو في واحد زائد جي، دي زيرو عندي بواحد، يبقى واحد في واحد زائد 7% اللي هي الجي بتساوي سا واحد وسبعة، واحد وسبعة بالمية. هنا أبدأ أعوض بقى بواحد وسبعة في المية في معدل نمو جوردن، يبقى واحد وسبعة في المية على ال R عندي هنا 15%، 15% ناقص 7% اللي هي الجي. يبقى عوضت هنا في المعادلة عشان أجيب ال V زيرو، يبقى ال V زيرو عندي ب13.38 جنيه، يبقى ال V زيرو ب13.38 جنيه. هشوف مثال آخر برضو موجود في الكتاب. المثال ده بيقول لي تعمل الشركة المتحدة في تعدين البحث، يقول لي من المتوقع أن تدفع توزيعات أرباح قدرها 4 جنيه لكل سهم العام المقبل، وقد وافقت الشركة وقد أوقفت الشركة الاستكشافات لأن العمليات الحالية بتاعتها بتستبدل المناجم الموجودة، فإنها تتوقع أن الأرباح اللي تدفعها الشركة بتنخفض إلى الأبد بمعدل 8%. ونركز بيقول تنخفض إلى الأبد بمعدل 8%، قال إنه الأرباح هنا بتنخفض ما بتزيدش، الأرباح بتنخفض، هنشوف يعني إيه بتنخفض دلوقت، وإنه العائد المطلوب لسهم الشركة 11%. يبقى كده واضح من المثال إن المعطيات لتوزيعات الأرباح العام المقبل، العام المقبل يبقى دي واحد، يبقى دي واحد عندي بأربعة جنيه. بيقول لي إنه الشركة بتدفع توزيعات، ان التوزيعات الارباح بتاع الشركه بتنخفض بمعدل 8%، يبقى الجي هنا بالماينس عشان تنخفض، يبقى الجي ماينس 8%، والار عندي هتبقى 11%، يبقى 11%. هبدا اطبق في معادله نمو جوردن، المعادله بتقول في زيرو بتساوي دي واحد على ار ناقص جي، ايه ان هنا الدي واحد عندي باربعه على 11، الار عندي ب 11%، تابع عندي هنا الماينس دي في الثابته في المعادله، وعندي الجي بالماينس، ماينس وماينس وضعناها في سالب بعد سالب يبقى موجب، ماينس ماينس يبقى بعديه موجب، يبقى 4 على 11% ناقص ناقص يبقى موجب في 8%، ده هيديني 21.5 قروش. كده اتناولنا مع بعض، شفنا معادلة نموذج نمو جوردن، وشفنا مع بعض مثال لمعادلة نموذج نمو جوردن. هنكمل مع بعض ازاي ان انا استخدم نموذج نمو جوردن عشان اقيم الاسهم الممتازة، عشان اقيم الاسهم، كلمة الاسهم الممتازة اللي هي الاسهم الغير قابلة للاستدعاء، ان انا يعني غير قابلة للاستدعاء ان هي اسهم ملهاش تاريخ استحقاق، ايضا اسهم بتتميز ان زادت توزيعات ارباح، الارباح بتاعتها بتبقى ثابته، بما اني بقول بتكلم عن الاسهم الممتازه، يبقى اتفقنا مع بعض ان الاسهم الممتازه دي ليس لها تاريخ استحقاق، وايضا ان توزيعات الارباح ليها بتبقى ثابته، وكمان ليها اولويه في الحصول على الارباح لما فيه ربح، اصحاب الاسهم الممتازه لهم اولويه في الحصول على الأرباح قبل أصحاب أو ملاك الأسهم العادية، وبالتالي يمكن القول إن الأسهم الممتازة عندي بيعطي هنا أرباح ثابتة. يعني إيه أرباح ثابتة؟ يعني معدل النمو عندي بيساوي صفر، يعني الجي عندي بتساوي صفر. أنا بقول معادلة نموذج نمو جوردن بتقول لي إنه الفي زيرو بتساوي دي واحد على آر ناقص جي، أنا هنا افترضت إنه الجي بتساوي صفر. يعني افترضت ان الجي بتساوي صفر عشان ان السهم الممتاز بيدي عندي ارباح ثابته، دي من ضمن خصائص الاسهم الممتازه انها بتديني ارباح ثابته، فهنا معدل ان هو عندي ثابت، يعني ثابت يعني بيساوي صفر. هنا التوزيعات الاربعه على السهم الممتاز هو دي مع عندي هنا الجي، التوزيعات هنا هتبقى دي بس مع الجي عندي بتبقى بتساوي صفر. هنبدا نشوف هنا مع بعض ندعم الكلام ده بمثال. قبل ما نقول المثال، انه العائد اللي بيحصل عليه اصحاب الاسهم العادية لابد العائد اللي هو الار لابد ان يكون اقل من اللي بيحصل عليه اصحاب الاسهم الممتازة، يعني سوري بقول العائد اللي بيحصل عليه اصحاب الاسهم الممتازة لازم يبقى يكون اقل من اللي بيحصل عليه اصحاب الاسهم العادية،
يرجع ذلك إنه صاحب أو حامل السهم الممتاز بيتعرض إلى مخاطر أقل من اللي بيتعرض ليها حامل الأسهم العادي. يعني حامل الأسهم العادي بيتعرض لمخاطر أكبر، فعشان كده المعدل العائد اللي بيحصل عليه بيبقى أكبر من اللي بيحصل عليه معدل من اللي بيحصل عليه صاحب الأسهم الممتازة. هنشوف مع بعض المثال. المثال بيقول إن القيمة الإسمية للسهم الممتاز 50 جنيه، يدفع السهم 4% كأرباح سنوية، بيقدر العائد المطلوب 9% اللي هو الآر. فما قيمة هذا السهم؟ عايز أشوف السهم ده قيمته كام. هجيب القيمة الحالية للسهم بتساوي، أشوف دلوقتي كده من خلال نطبق المعادلة دي اللي هي توزيعات الأرباح على معدل العائد المطلوب دي قيمة السهم. طب أجيب توزيعات الأرباح دي إزاي؟ هو مدانيش توزيعات الأرباح، هو إداني القيمة الإسمية للسهم وبدفع أرباح سنوية 4%. عشان أجيب توزيعات الأرباح لازم أضرب القيمة الإسمية في الأرباح السنوية اللي بتدفع للسهم، يبقى 50 جنيه في 4% بتديني 2 جنيه، يبقى توزيعات الأرباح عندي تبقى 2 جنيه. هبدأ هتعوض في المعادلة، يبقى 2 على الآر، الآر عندي 9%، يبقى 2 على 9% ب22 جنيه و20 قرش. هنتناول مع بعض أيضا مثال موجود في آخر الفصل الثالث في الكتاب من ضمن الأسئلة الغير محلولة. بتبلغ التوزيعات الثابتة لأحد الأسهم الممتازة 4.5%، القيمة الإسمية للسهم 100 جنيه. إذا كان معدل العائد المطلوب على هذا السهم هو 5.6%، العائد المطلوب هو 5.6%، بيقول لي ما قيمة هذا السهم. عايز تشوف قيمة السهم ده بتساوي كام، القيمة الحالية للسهم. زي ما اتفقنا مع بعض انه عشان اجيب التوزيعات هو مديني القيمة الاسمية زي التوزيعات الثابتة لاحد الاسهم الممتاز. عشان اجيب التوزيعات السنة دي او التوزيعات دلوقت، يبقى دي بتساوي 100 في 4.5% بتساوي 4.5. هبدأ اعوض بالدي هنا، الفي زيرو بتساوي اليقظة السهم دلوقت، القيمة الحالية للسهم بتساوي 4.5 على معدل العائد المطلوب اللي هو 5.6%، اللي هو 5.6%، يبقى 4.5 على 5.6%، نحول علامة المية، النسبة حولتها حولت النسبة المئوية لعلامة عشرية، دي هتساوي 80.36 جنيه، يبقى قيمة السهم 80.36 جنيه. هنشوف مع بعض بعد كده النقطة التالتة اللي هي الروابط بين نموذج نمو جوردن وبين نمو قيمة السهم وعائد الربح الرأسمالي وعائد توزيعات الأرباح. نموذج نمو جوردن بيتضمن مجموعة من العلاقات مع نمو قيمة السهم ومعدلات عائد الربح الرأسمالي وأيضا عائد توزيعات الأرباح وقيمة الأسهم. ده بيفترض إنه السوق قفل، من المتوقع إن هو عندي هنا نمو قيمة السوق قيمة السهم بتنمو بنفس معدل النمو الثابت توزيعات الأرباح. يعني عايز يقول لي إنه معدل النمو اللي هو الجي في نموذج نمو جوردن هو أيضا معدل نمو القيمة أو السعر السهم، ده بيبقى معروف أو بيعرف بعائد الربح الرأسمالي اللي هو عائد ارتفاع السعر اللي بإننا تم توضيحه في الفصل الثاني. طب لو ثانيا برضو قال لك لو إذا كان عندي السوق كف، يعني عندي السوق كف يعني إذا عندي خطأ في التسعير، يعني السعر عندي بيختلف عن القيمة، أي السوق يعني السعر بيختلف عن القيمة، زي السوق غير كف. طب لو أمتى أقول على السوق كف؟ إنه المعدل الفعلي لارتفاع السعر بيعتمد على طبيعة التسعير عندي اللي هو الغلط ومدى سرعة تصحيحه. أيضا من الخصائص لنموذج النمو الثابت إنه مكونات العائد الإجمالي اللي هو عائد توزيعات الأرباح وعائد الربح الرأسمالي
دي بتبقى ثابتة عبر الزمن بافتراض إن السوق عندي أوف وإن السعر بيتبع القيمة بالظبط، يعني السعر البي زيرو بتساوي القيمة الحالية، يعني السعر دلوقتي بيساوي القيمة الحالية بي زيرو بيساوي في زيرو. أبدأ إن أنا أعدل نموذج نمو جردل للحساب العادي المتوقع إزاي؟ ال ER بتساوي اللي هي معاد العائد المتوقع دي واحد اللي هي توزيعات السنة الجاية على بي زيرو، يعني بي زيرو اللي هي لو رجعنا للمعادلة بتاع نموذج نمو جوردن، المعادلة كانت بتقول دي زيرو بتساوي دي، المعادلة كانت بتقول دي واحد على ار ناقص جي، معادلة نموذج نمو جوردن. فأنا هنا عايز أجيب الار، أنا عايز أجيب الار في المعادلة بتاع نموذج نمو جوردن. الار عندي كانت في المقام اللي هي دي واحد، كانت في المقام زي ما هي، كان عندي هنا على الجنب في زيرو. افترضنا هنا إنه ال في زيرو بتساوي ال بي زيرو، فأنا عندي هنا هنزل ال بي كانت في ال في زيرو بتساوي بي زيرو، فهنزل بي زيرو في المقام. هنا كانت عندي ناقص ار، ده معادلة نموذج نمو جوردن. هنا الزائد الناقص الجي كان هنا عنده بالماينس، فهتطلع بره بالموجب عشان اطلع الار بره. هنا الار اللي هو المعدل العائد المطلوب هيتم تدعيم ده ذلك. هنشوف نبدأ نشوف مثال مع بعض. المثال بيقول ايه؟ بيقول اذا كان سعر السهم الحالي 100 جنيه، توزيعات الارباح المتوقعة السنة الجاية 2 جنيه، معدل النمو في التوزيعات هيكون 5.5%. بافتراض ان السوق عندي هنا كف، فما هو معدل العائد المتوقع هذا العام وعائد الربح الرأسمالي وعائد توزيعات الارباح، وما هو معدل العائد المتوقع في السنوات الجاية السنوات التالية؟ هنبدأ نشوفه. هنا قال لي سعر السهم الحالي، كلمة سعر السهم الحالي دلوقتي السعر كام؟ 100 جنيه. يبقى بي زيرو بتساوي 100 جنيه، بما انه قال لي الحالي بدلوقتي. توزيعات الأرباح السنة الجاية ب2 جنيه، يبقى دي واحد ب2 جنيه. هنا عندي قال لي معدل النمو 5.5، يبقى الجي بيساوي 5.5%. هنا عايز بيقول لي عايز العائد معدل العائد المتوقع في السنوات الجاية، يبقى أنا هعوض في المعادلة التالية. يبقى الـ R بيساوي دي واحد على بي زيرو زائد جي. هنا عندي الـ بي واحد ب2 اللي هي توزيعات الأرباح السنة الجاية ب2 على سعر السهم ب100 جنيه، زائد الجي عندي هنا ب5.5%. يبقى هنا 2 على 100 ب2%، زائد 5.5% هتبقى 2 زائد 5.5% تبقى 7.5%. هنا عندي معدل عائد المتوقع 7.5%، عائد الربح الرأسمالي هو معدل النمو اللي هو الجي 5.5. هو هنا قال لي ما هو معدل العائد المتوقع خلال السنة، معدل عائد ده 7.5، ده جبنا الار. بيقول لي عائد الربح الرأسمالي، الربح الرأسمالي عندي اللي هو معدل نمو التوزيعات، في معدل نمو في التوزيعات اللي هو 5.5 اللي هو الجي. بيقول لي عايز تاني عائد، وأيضا مطلوب عائد توزيعات الأرباح، إن عائد توزيعات الأرباح 2% اللي هو العائد المتوقع سيظل كما هو في المستقبل، ده عشان ثبات عائد توزيعات الأرباح وعائد الربح الرأس مالي. هنشوف مع بعض بعد كده معدل نمو التوزيعات الضمني في هذه ودي هذه، ده آخر جزئية هنتناولها النهاردة مع بعض. نظرا لأن معدل نمو توزيعات الأرباح بيطلع على القيمة المقدرة للسهم، بأن أنا أبدأ أستخدم نموذج نمو جوردن، يمكن أنا أبدأ أفسر الاختلافات بين القيم إن أنا بقدرها للسهم وبين القيمة السوقية الفعلية للسهم بسبب الاختلاف في تقدير معدل نمو التوزيعات في وجود السعر والأرباح المتوقعة في الفترة التالية. أبدأ بقى أقدر معدل العائد المطلوب
ممكن ان انا استنتج ذلك معدل نمو التوزيعات اللي هو متضامن في السعر باستخدام نموذج نمو جوردن. ده هيتم ازاي؟ هنشوف مع بعض. يمكن لاي محلل بعد ان هو يبدأ يحكم على معدل نمو الارباح الضمني سواء بشكل معقول، اي يكون المعدل ده معقول فعلا هيبقى هو صح، او المعدل ده هيبقى عالي او منخفض بناء على ما يبقى عارفه عن الشركة. يعني بناء كده يبدأ يقيم او يبدأ يقدر. في الحقيقة انه حساب معدل نمو الارباح الضمني ده بديل لتقييم الاسهم، يعني مقيم بشكل عادل او مقيم باعلى. ان انا ابدأ اقيم السهم باعلى من قيمته، او ابدأ اي اقيم السهم باقل من قيمته. يبقى المثال هنبدأ نشوف مع بعض مثال. المثال ده يوضح الناس ازاي يستخدم نموذج نمو جوردن ان انا استنتج معدل نمو السوق الضمني للسهم. في المثال بيقول لي تبلغ بيتا لأسهم إحدى الشركات 2.2، العائد الخالي من المخاطر 5.6%، علاوة مخاطر السوق 6%. من المتوقع أن تنمو توزيعات الأرباح الحالية البالغة 4 دولار بنسبة 5%. سعر السهم الحالي 40 دولار. المطلوب الأول بيقول لي إن أنا أقدر قيمة أسهم الشركة. المطلوب الثاني إن أنا أبدأ أحدد معدل نمو توزيعات الأرباح الثابت المطلوب لتبرير سعر السوق البالغ 40 دولار. هنا في المعطيات مديني بيتا ب2.2، مديني العائد الخالي من المخاطر هو 6.5 الـ RF، مديني علاوة مخاطر السوق ب6%. بيقول لي ان توزيعات الارباح تنمو توزيعات بنسبة، النسبة انا عايز النسبة بنسبة 5% ل5%. اولا هبدأ ان انا احسب العائد المطلوب وفقا لنماذج قبم. بيجيب الاول حاجة الار، الار بيساوي الار اللي هو معدل العائد. معدل العائد بيساوي البيتا سوري بيساوي المعدل علاوة مخاطر السوق اللي هي 6%، سوري بيساوي العائد الخالي من المخاطر زائد البيتا في علاوة مخاطر السوق، بتساوي لي المعدل العائد المطلوب بيساوي 118 من 1000، يعني بيساوي 18.8. يبقى معدل العائد المطلوب عندي 18.8. انا كده جبت الار. هبدأ اطبق المعادلة عشان احدد معدل نمو توزيعات الارباح الثابت. عشان اولا هبدأ اجيب القيمة الحالية دلوقت لهذا المبلغ. القيمة الحالية هعوض في المعادلة بتساوي بي زيرو بتساوي دي زيرو وفي 1 زائد جي على ار ناقص زي. هبدأ اعوض عن البي زيرو اللي دي معدل نمو جوردن. البي زيرو بتساوي البي زيرو بتساوي 4، سوري البي زيرو هنا بتساوي 4، توزيعات الأرباح الحالية البالغة 4 دولار بتساوي 4، هي مكتوبة هنا 2 بس مكتوبة بالخطأ، بتساوي 4. هضرب بعد كده في 1 زائد جي، الواحد عندي 6، الجي عندي هنا في 5%، يبقى 1 من 5% في 4 اللي هي الدي زيرو، هي توزيعات الحالية اللي هي توزيعات الأرباح الحالية البالغة 4 دولار على R هنا بتساوي 18.8 ناقص الجي عندي 8% هيديني القيمة الحالية دلوقتي هتبقى 30 دولار. يبقى تقدير قيمة أسهم الشركة دلوقت ب 30.43 دولار. ده
أول مطلوب اللي هي إن أنا كده قدرت قيمة أسهم الشركة حاليا. المطلوب التاني هبدأ أشوف معدل نمو توزيعات الأرباح الثابت. المطلوب لتبرير سعر السوق 40 دولار، يعني عايز يقول لي إن هل دلوقتي كده الجي هل متقيمة تقييم فعلي صح، ولا الجي أكبر من المتوقع ولا أقل من المتوقع. هنشوف كده مع بعض، هنتابع بقية الحل. هنا معدل نمو توزيعات الأرباح الثابت المطلوب عشان أبرر سعر السوق البالغ 40 دولار. أبدأ أقدر السهم وفقا لنموذج جوردن اللي أنا جبته من شوية اللي هو 40، اللي هو سوري 30 دولار، ودي 30 دولار هي أقل من القيمة السوقية البالغة 40 دولار. وبالتالي فإن معدل النمو المتضامن في سعر السوق طبعا هيبقى أعلى من 5% اللي أنا افترضتها من شوية ال جي. بافتراض أن النمو مناسب، أن النموذج مناسب، نموذج نمو جوردن مناسب، يمكن حساب معدل النمو في الأرباح المطلوبة لتبرير سعر السهم اللي هو 40 دولار عن طريق إن أنا أبدأ أعوض في المعادلة التالية بالقيم المعروفة اللي خدناها في معادلة نموذج نمو جوردن باستثناء الجي. دي معادلة نموذج نمو جوردن اللي هي هذه المعادلة، معادلة نموذج نمو جوردن اللي هي في زيرو بتساوي دي زيرو في واحد زائد جي على ار ناقص جي، او ان انا اقول اعوض ب دي زيرو على واحد زائد جي اللي هي دي واحد. هنا بما اني مش مديني الدي واحد اللي هي توزيعات السنة الجاية، فانا عندي توزيعات السنة الحالية اللي هي 4 دولار، 4 دولار، فابدأ اعوض في هذه المعادلة بان هو ان انا استثني الجي، جي مش موجودة، فانا عايز اشوف معدل نمو توزيعات الارباح هيطلع هل هو كان فعلا كان فعلا 5% ولا اكبر من 5% ولا اقل. هبدأ اعوض واشوف قيمة معدل نمو توزيعات الارباح هتطلع كام. هنا 40% اللي هي القيمة السوقية عندي 40 دولار، 4% اللي هي توزيعات الأربعة دولار سوري أربعة الأربعة دولار اللي هي توزيعات الأرباح الحالية في واحد زائد جي، الجي عندي مقولة، على الآر، الآر عندي 18.8% ناقص الجي، الجي عندي مقولة. أبدأ أعوض أضرب طرفين في وسطين الـ40 المقام بتاعها البص سوري المقام بتاعها واحد. أبدأ أضرب الـ40 في 18.8% في الآر، هتطلع لي ب 57%، و40 في جي بتساوي 40 جي بالماينس عشان هنا في ثابت في القانون الماينس، بتساوي هنزل البسط زي ما هو ازاي، يعني هضرب 4 في 1 ب4 و4 في جي ب4 جي. هبدأ أجمع الجي مع بعض، الـ4 جي وهنا 40 جي، الـ40 جي بالماينس هوديها الناحية التانية موجب، دي أساسيات الرياضة ب44 جي. هنا عندي 4 موجب ودي 7.52، هودي الـ4 الناحية التانية بالماينس، يبقى 7.52 ناقص 4 تديني 3.52. هبدأ أضيف قيمة الجي، الجي بتساوي 3.52 على 44 هتديني 8%، يعني معدل نمو توزيعات الأرباح 8%. هنا معدل نمو توزيعات الأرباح 8%، هنا قدرت هنا 8% يبقى أعلى من 5% أعلى في سعر السوق، يعني معدل النمو المتضامن هنا في سعر السوق أعلى من 5% اللي أنا تم افتراضها. الجي هنا طلعت لي ب5، يعني حيث يتم إن أنا أبدأ أقيم سعر السهم بسعر السوق البالغ 40 دولار، عندي هنا معدل نمو توزيعات الأرباح هتبقى 8%، عشان سعر السوق سعر السهم إن أنا أبيعه بسعر السوق 40 دولار يبقى معدل نمو توزيعات الأرباح 8%. هنشوف مع بعض مثال آخر، والمثال ده موجود أيضا في آخر الفصل الثالث. بيقول لي المثال تباع أسهم شركة الحياة حاليا مقابل 24 جنيه،
أفهم أو أستفيد من تباع أسهم الشركة حاليا ب 24 جنيه، إن البي زيرو بتساوي 24، وقد دفعت أرباح بقيمة 1 جنيه لكل سهم آخر السنة. قال لي تم تقديم المعلومات الإضافية التالية: العائد الخالي من المخاطر 4%، تقدر قيمة بيتا للأسهم ب1.2، كده عندي بيتا ب1.2، يقدر علاوة مخاطر السوق بنسبة 5%. بناء على المعلومات الواردة، حدد معدل نموذج توزيعات الأرباح الثابت المطلوب لتبرير سعر السوق البالغ 24 جنيه. يعني هو عايز بيقول لي هات الجي جي، هي لأن عندي مقولة، بما إنه مديني في المعطيات العائد الخالي من المخاطر ومديني قيمة البيتا وعلاوة مخاطر السوق، فأنا كده عايز الآر. الآر عندي هنا هتساوي عندي العائد الخالي من المخاطر اللي 4% زائد 1.2 البيتا في علاوة مخاطر السوق اللي هي 5%، اللي هي 5% بتساوي 1/10، أو اللي هي تبقى 1/10، ده دي ال R. هنا نشوف مع بعض، هبدأ نعوض في معادلة نموذج نمو جوردن. المعادلة هنا عشان أجيب ال G، هبدأ أعوض ال D زيرو اللي هي توزيعات السنة دي الحالية، قال لي 1 جنيه يبقى 1 في 1 زائد G على واحد على سوري الآر. هنا عندي جبتها من المعادلة التالية اللي هي الكابم، حسبت الآر عن طريق الكابم اللي هي هتبقى 1/10 ناقص الجي عندي المقولة. هنا قال لي سعر السوق عندي 24، بما إن سعر السوق 24 جنيه اللي هي دي زيرو، هبدأ أعوض زي ما بدأت أعوض في المعادلة، هبدأ أشوف الجي هتطلع معايا بكام. هضرب 24 في 1/10 ومرة، وارجع اضرب 24 في الجي، تبقى 24 تبقى في 1/10 تبقى 2 و2 و4 ناقص 24 جي بتساوي، هنزل البسط ده زي ما هو، 1 في 1 ب1 وواحد في جي بواحد جي يبقى 1 زائد جي. هبدأ أجمع الجي مع بعض، هنا عندي 24 جي بالماينس، وهنا جي هتروح لها الناحية التانية بالموجب 25 جي، وهنا 1 بالموجب، وهنا 2 و4 هيجي الواحد هنا بالماينس الناحية التانية، هتبقى 2 و4 ناقص 1 هتبقى 1 و4 عشان أجيب قيمة الجي. قيمة الجي عندي هتساوي 1.4 على 25 بتساوي 56 من 1000، يعني القيمة الجي عندي ب5.6%، ده قيمة الجي المفروض ان انا مطلوبة مني ان انا اجيب كده. النهاردة انتهينا من الجزئية اللي هنتكلم فيها النهاردة مع بعض، اشوفكم ان شاء الله في السكشن القادم والسلام.